بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم. يتجدد اللقاء، حلقه جديده من صباح دريم. النهارده الثلاثاء 2 اغسطس 2016. عندنا مجموعه كبيره من الاخبار المهمه جدا، وعندنا موضوع الحقيقه رئيسي في حلقه اليوم. يمكن هتلاحظوا ان رتمنا في الاخبار هيكون سريع علشان ندي اكبر وقت ممكن الى هذا الملف اللي بنعتبره الحقيقه مهم جدا، واعتقد انه جاي في وقته، ممكن يكون متاخر شويه لكن مش مشكلة. المهم إن احنا نبدأ ملفنا النهاردة. الحقيقة للأسف الشديد إنه كان مهمل خلال سنوات كثيرة جدا، ملف الطب البيطري في مصر. الحقيقة أنا عايز أقول بس حاجة أبدأ بيها الكلام. الطب البيطري كمهنة بالنسبة لناس كثيرة جدا أو الأغلبية أو السواد الأعظم مننا كمصريين ممكن يكون عنده الثقافة بتاعت إنه الدكتور البيطري ده اللي بيعالج الحمار ويدي الحقنة للقطة ويطعم الكلب وغيره. دي فكرتنا أو فكرة غالبيتنا مقصورة فقط على هذه المهمات البسيطة جدا اللي بيتعلموها في طب بيطري ربما من سنة أولى أو تانية. لكن الحقيقة اللي كتير جدا ما يعرفهوش إنه مهنة الطب البيطري دي أو الطب البيطري كمنظومة له أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة جدا. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول لأنه الطب البيطري هو المنوط والمسؤول رقم واحد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لنا كمواطنين من البروتين والثروة الحيوانية والبروتين الحيواني بكافة أشكاله وبكافة مصادره. الطب البيطري الحقيقة هو المسؤول أيضا عن توفير والإشراف والرقابة الفعالة والضرورية والهامة جدا على جميع الأدوية البيطرية والتطعيمات واللقاحات. لما بنتكلم على النقطتين دول يا جماعة لازم كمان نقول معلومة ممكن أؤكد أنه أغلبنا ما يعرفهاش، وهي أنه في ما يقرب من 300 مرض مشترك ما بين الإنسان والحيوان. النهاردة العالم كله بره أصبح بيتنبه وبقاله سنين الحقيقة في القصة دي أنه كتير جدا من الأمراض التي يصاب بها الإنسان تأتي له نقلا عن الحيوانات. مش نقلا على الحيوانات يعني الكلاب اللي بتمشي في الشارع تعمل صوت عالي فنقول الحق ده كلب مسعور. للأسف ان احنا رؤيتنا ومنظورنا عن الأمراض اللي ما بيننا وبين الحيوانات مقتصرة فقط على هذه الزاوية الضيقة جدا، انما بنتكلم على إصابة بأمراض مختلفة كالسرطان، كأمراض أخرى كثيرة جدا. هتتفاجئوا الحقيقة بكم من المعلومات الصحية الطبية الغذائية خلال فقرة النهاردة. امبارح الحقيقة وأنا بختم الحلقة قلت لحضراتكم إنه الأمن الغذائي بيساوي الأمن القومي، وفي النص فيما بينهم الأمن الصحي. يعني أنت بتتعامل مع الثروة الحيوانية إزاي؟ تمام؟ ده أول ستيب أو أول مرحلة. بتاكل إزاي؟ تتعامل معاها إزاي؟ ثروة حيوانية أو داجنة طبعاً، قطاع الدواجن، بتاكل إزاي؟ صحتك بيحصل فيها إيه؟ وبالتالي مجمل الأمن القومي لنا كمصريين. قطاع ده حيوي جدا وزي ما قلت بيحدد مصير الثروة الحيوانية وبالتالي مصير الأمراض البشرية، خصوصا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية للحيوان أنه 60% من الأمراض التي تصيب البشر في الأصل هي أمراض حيوانية. عايز أقول لحضراتكم أنه يعني معناها إيه؟ معناها أن كل 100 شخص تمام في 60 شخص منهم معرض للإصابة بالأمراض أو هو بالفعل عنده أمراض بسبب الحيوانات، بسبب سوء تعاملنا مع الحيوانات، بسبب سوء إدارة الثروة الحيوانية. ملف الطب البيطري النهاردة هننظر ليه بزوايا مختلفة، وهنخلي يعني هيكون عندنا اتساع في الأفق كبير جدا عشان نتكلم في حاجات كتيرة. بداية وقبل ما نتكلم في الموضوع وقبل ما ندخل في الفقرة بنعتذر وبنطلب من كل السادة المسؤولين والمتخصصين سواء في الحكومة بصفة عامة، سواء في وزارة الزراعة، سواء في الخدمة العامة للهيئة العامة للخدمات البيطرية للطب البيطري، محدش يزعل مننا. الكلام اللي بنقوله النهاردة ده واللي هنقوله والصور اللي هنعرضها لحضراتكم وبعض الفيديوهات اللي هتشوفوها معانا احنا لا نبتغي منها إلا وجه الله سبحانه وتعالى وصحة المواطن المصري، وأيضا الموضوع الهام جدا وهو الرفق والرحمة بكل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. عمرك ما ينفع تناقش ملف الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وغيره وغيره وانت مغمض عينيك عن فكرة الرفق والرحمة بالحيوان. الملفين دول الحقيقة للأسف الملف الأول ده الثروة الحيوانية فيه مشاكل كتيرة جدا، وأكاد يعني أقول فساد أيضا كثير جدا، وملف الرفق والرحمة بالحيوان تحس إنه متعطل واقف مكانه ومش قادر يتقدم ولا خطوة واحدة لقدام.
تأثير هذين ملفين على حياتنا وعلى اقتصادنا القومي، خصوصا ان الثروات الحيوانية طبعا من اهم مصادر الاقتصاد القومي في اي دولة. ده هيكون موضوعنا النهاردة، هنتكلم فيه الحقيقة مع ضيوفنا الكرام اللي هيكونوا منورنا النهاردة لأول مرة معنا في صباح دريم، الدكتور خالد العمري نقيب البيطريين، اللي الحقيقة مجموعة من الأخبار اللي سمعناها و بعض التصريحات الصحفية ليه شدتنا جدا ان احنا نتعرف عن قرب عن هذا الرجل. الرجل يبدو وان له رؤية مختلفة، ربما هو من الناس اللي بتطالب بفصل الطب البيطري عن وزارة الزراعة. ودي يا جماعة عشان بس ما حدش يقلق او يستغرب او يحط علامة استفهام او يقول ازاي، احنا ما بنخترعش حاجة جديدة، ننظر إلى تجارب مماثلة في دول أخرى كثيرة جدا كانت منظومة الطب البيطري فيها بتخضع كلية إلى وزارة الزراعة أو منظومة الزراعة في هذه البلاد، وفشلت فشل ذريع، لأن الزراعة دي أصلا أنت عندك فيها مليون ألف حاجة. وبالتالي تم الفصل. لما تم الفصل إيه اللي حصل؟ كل خير الحقيقة، كل واحد عارف دوره إيه ومسؤوليته إيه. وكمان من الحاجات اللي شدتنا الحقيقة إنه نقرأ تصريح كده لضيفنا الكريم بيقول فيه، حنناقشه طبعا فيه، بيقول إنه في أشخاص بعينهم واقفين بيعطلوا أو بيحاولوا بقدر استطاعتهم تعطيل مشروع أو فكرة فصل الطب البيطري عن وزارة الزراعة. مين الأشخاص دول؟ مش كأسماء، لكن هم تبع إيه وليه، إيه مصلحتهم إن الطب البيطري متفصلش عن وزارة الزراعة؟ إيه مميزات ده لو حصل وإيه عيوب ده لو حصل؟ كل ده هنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة مع ضيفنا الكريم، وهتكون كمان منورانا في هذه الفقرة الأستاذة منى خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق والرحمة بالحيوان. موضوع زي ما قلت أعتقد أنه في غاية الأهمية والخطورة. في أخبار عرفناها أو نمت إلى أسمعنا بتقول أنه ربما يكون هناك تفكير في عند القيادة السياسية في فصل الطب البيطري، وأنه ما فيش حالة رضا قوي عن حاجات كتيرة في منظومة الزراعة والطب البيطري والتعامل مع الثروة الحيوانية، حديقة الحيوان الحقيقة بكل ما فيها من مهازل حتى اليوم، في حاجات كتيرة جدا غلط إحنا هنتكلم فيها في صباح دريم إن شاء الله. لأنه في النهاية زي ما قلت لحضرتك عندك كذا طريق ممكن تختار منه، إما إنك تتابع وتهتم بالموضوع ده لأنك خايف على صحتك وصحة أولادك، أو لأنك خايف على شكلك قصاد العالم وما تحبش إن بلد زي أستراليا تبقى بتتشرط كل ما تبعت لك شحنة لحوم تبقى بتتشرط عليك وحطالك عيون قد كده وبترقبك وبتشوف، لأن هي قبل كده منعت تصدير أي حيوانات أي ماشية ليك بسبب سوء المعاملة واللي بيحصل في المجازر عندنا، أو لو عايز تبصلها من ناحية الرفق والرحمة بالحيوانات، لأنه في النهاية هنتعامل والقيادة السياسية وكلنا كمواطنين ومسؤولين هنتحاسب الحقيقة على كل روح سواء كانت إنسان أو حيوان أو نبات. أرجوكم تتابعوا معانا هذه الفقرة اللي بعتقد أنها مهمة جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف مجموعة سريعة ولكن مهمة جدا من أخبارنا المحلية والعالمية لهذا الصباح. نبدأ من الشروق، والسيسي على الحكومة اتخاذ إجراءات لحل أزمة الدولار وهناك دعم يقدم لغير مستحقيها. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة عليها اتخاذ إجراءات من شأنها معالجة قضية الاحتفاظ والإتجار بالدولار ما تسبب في الأزمة الحالية. وأضاف السيسي خلال كلمته اللي أثناء فعاليات اليوم الثاني لنموذج محاكاة الحكومة المصرية أمس الاثنين أن هناك دعم ما زال يقدم لغير مستحقيه وهو ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة فيرهقها وبالتالي يضعف قدرة الحكومة على الوفاء باحتياجات الشعب المصري. متابعاً تحسب المسؤولين لرد فعل المواطنين كان دائماً يؤخر إجراءات الإصلاح خلال السنوات الماضية، وأكد على ضرورة رفع الوعي بين المواطنين بخطر ديون الدولة وأثرها على الاقتصاد المصري قائلاً علينا الاستمرار في شرح الموقف للناس ببساطة حتى يكون الجميع فاهم وواعي لما تواجهه الآن. وتابع حديثه هل تتصوروا إن الحكومة تعمل في غير مصلحة البلد؟ بالطبع كلنا نعمل لخدمة الشعب والأجيال المقبلة وعلينا جميعاً تحمل الصعاب من أجل مستقبل أفضل. كانت كلمة الحقيقة مهمة جداً امبارح في خطاب الرئيس، تاخدها على بعضها أو تاخد مجموعة الرسائل اللي فيها الحقيقة إن هي كانت في منتهى الأهمية، اتكلم فيها عن الاقتصاد وعن أزمة الدولار والجملة الشهيرة طبعاً اللي سمعناها امبارح إنه قريب جداً هيجي اليوم اللي مخزن دولار هيطلع يجري على البنك عشان يغيره، وحالة اطمئنان حصلت في فكرة إنه
في ناس بتتابع كويس قوي، وانه ازمه الدولار اللي حصلت دي ان شاء الله مش هتتكرر مره اخرى. حديث ايضا عن دور القوات المسلحه في المشاريع الاقتصاديه ومساندتها للكثير من المشاريع في البلد، مستقبل الشباب ودور الشباب. الحقيقه كانت مجموعه هامه جدا من الرسائل للرئيس السيسي. من الوطن، وزير المالية: الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار. قال الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقتها في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرا إلى أن برامج الدعم والضمان الاقتصادي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150-200% خلال الفترة الماضية. وأضاف الجرحي في تصريحات صحفية أمس أن الحكومة تبذل جهودا لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً، لافتاً إلى أننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية وانخفاض سعر البترول عالمياً لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%. من اليوم السابع والأخبار اللي كانت بتحصل، وحقيقة مش هقدر أقول عليها إشاعة، ومش هقدر أقول إن إحنا الكلمة اللي بستخدمها كتير إنه في فزعات كتير في حياتنا، لأنه دي عن تجارب شخصية لينا كلنا كانت بتحصل. تروح صيدلية تسأل على دواء واثنين وثلاثة وخمسة وتلاقيه مش موجود، يقولك الدواء ده مش موجود، وساعات حتى البديل يمكن يبقى متوفر أو لا. تعالوا نشوف كده الصحة بتقول إيه في اليوم السابع النهاردة. الخبر: توفير 31 صنف دوائي بعد نقصهم في الأسواق. أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية عن توفير 31 مستحضر من نواقص مستحضرات الصيدلة أو الصيدلية للسوق المصري خلال شهر يوليو الماضي، وأضاف إلى أن هذه المستحضرات تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع واحتقان الأنف ومضادات البكتيريا والفطريات والنقرس ووهن العضلات والشلل الرعاش وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية ومضادات الحساسية وفيتامينات وعلاج حب الشباب. من جانبه قال دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تسعى لرصد نواقص الأدوية بالمديريات والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدة المستحضرات بمخازن الشركات الموزعة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لجميع أصناف الطوارئ لتفادي حدوث أي نقص بها، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كمية المواد الخام وأرصدة المستحضرات ومعرفة معدلات استهلاكها بالشركات المنتجة أو المستوردة والوقوف على أسباب نقص تلك المستحضرات. معنا على الهاتف الدكتور خالد مجاهد متحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. يا صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. حياتي حضرتك. تحياتي لحضرتك. والسؤال اولا، احنا كنا عاملين جرد او حصر بعدد الادويه اللي كانت ناقصه فعلا في السوق الفتره اللي فاتت دي؟ شوف يا فندم، احنا ساعه ما صدر قرار مجلس الوزراء في الساعه الاسعار كان اولا في شرط اساسي من وزاره الصحه او الحكومه الحقيقه انه يتم توفير النواقص للشركات لازم ابدا، والشركات اضطرت تستخدمها بانه يتم توفير النواقص لأن القرار بتاع الأسعار ده جاء في المقام الأول لمصلحة المريض المصري، إن أنا أوفر الأصناف اللي كانت تقريبا شبه انقرضت أو البديلة لا يعني أنا الحقيقة كنت عايز أوفر الأصناف المصرية اللي انقرضت في الأسواق اللي هي كانت بسعر قليل، وكان قصاد اختفائها المريض بيضطر يدفع ضعف السعر عشان يجيب الدواء المستورد. فأنا النهارده رفعت السعر حاجة صغيرة بس قصادها بوفر الدواء المصري اللي هو بعد ما سعره زاد هو يعني يظل أقل كتير من بديله. فالنهارده الشرط إن كانت هذه النواقص يتم توفيرها في الأسواق، فجالي بقى توفير يعني كل شوية. يعني إحنا من حوالي شهر أعلنا عن توفير 20 صنف دواء، النهارده او امبارح اعلنا عن توفير 31 صنف دواء. يعني كل شويه الحقيقه في متابعه مستمره من قبل اداره الصيدله في نواقص الادويه. الكلام ده بيتم في المديريات على مستوى الجمهوريه جميع المحافظات من خلال مراجعه ارصده المخازن، مخازن الشركات الموزعه، وايضا المتابعه الدوريه لكل اصناف الطوارئ اللي هي اهم جدا، ان هي ما ينفعش يعني يبقى فيها نقص في اسمها طوارئ.
عايز اقول لحضرتك يعني احنا بنثمن الدور بيكون في الشركات المنتجه للادويه السوق الدوائي المحلي، ولكن لازم احنا حريصين حرص دائم على توفير المستحضرات كميات تكفي للاستهلاك مش توفيرها. وفي الاول وفي الاخر عايز اقول لحضرتك انه اذا كان القرار جه في مصلحه المريض، يبقى انا لو وفرت الادويه ناقصه في الاسواق بتطبيق هذا القرار، يبقى تطبيق هذا القرار فاد الشركات ما فادش المصلحه. الحاجه الثانيه عايز اقول لحضرتك عليها انه كان في محاليل في الاسواق، الكلام ده تردد كثيرا الحقيقه الايام الماضيه، ففرصه بس ان انا اقدم على حضرتك ان احنا عندنا رصيد محاليل يكفي تماما في السوق المحلي، ما عندناش ازمه في الشركات الحكوميه وما عندناش ازمه في اي مكان. يعني الكلام المحاليل في المحاليل يا دكتور؟ المحلية يا فندم، انا من خلال حضرتك بنتهز الفرصه دي ان انا اقول اطمن الشعب واطمن المرضى ان انا ما عنديش اي ازمه في المحاليل اطلاقا. انا عندي انقضه يعني سواء محلول الجلوكوز 5% او 10% او الرينجر او خلافه، انا عندي انقضه تعدى النص مليون عقوه من مختلف المخازن، فما فيش قلق اطلاقا من وجود محاليل. يمكن كان تردد حوالي شهر في مشكله قال المحاليل، والمشكله دي تم التعامل معاها وتم سد العجز ده، لكن برضه بقول للساده ان اي حد عنده شكوى من اي مستشفى بعينها يتواصل معانا وزاره الصحه او وزاره الصيدله، واحنا هنتعامل مع المشكله هيتم حلها فورا لان احنا عندنا مشكلة. تمام، انا بشكرك جزيل الشكر دكتور خالد. لو انت لسه معايا يا دكتور؟ انا بشكرك جزيل الشكر. طبعا انت وضحت كل النقاط اللي كانت عندنا عليها اسئله. والحقيقه انا بس قبل ما اقفل معاك، احنا السبت الماضي في صباح دريم يعني احتفلنا بخبر اعلان مصر باذن الله خاليه من قوائم الانتظار لعلاج فيروس سي. ليكوا مجهود كبير جدا يا دكتور في ده، ولازم يعني نشجع المجهود ده، وبنبارك لك وبنبارك لكل شخص كان ليه يعني كان سبب ولو بسيط في ان النهارده نوصل ان احنا الحمد لله بعد ما كانوا المرضى بالعشرات الالاف بيستنوا طوابير قد كده، النهارده باذن الله مش هيبقى في اي قوائم انتظار. مبروك يا دكتور. والله يا فندم احنا بنهنئ انفسنا وبنهنئ الشعب، خطوه جيده وخطوه اولى لاعلان مصر ان شاء الله قريبا خاليه من فيروس سي. وعايز اقول لحضرتك ان احنا ان شاء الله يعني اعلنا، والسيد الوزير هيعلن تفاصيل عقد الخطه القوميه للفتح الشامل لفيروس سي، ودي هدفها الحقيقه هو حصر عدد المرضى اللي في مصر اللي عندهم فيروس. يمكن انا النهارده ما عنديش حصر دقيق في الاعداد، كل الارقام اللي موجوده او النسب الموجوده دي نسب تقليديه وليست دقيقه. فان شاء الله الخطه للفتح الكامل هدفها ان انا يكون عندي احصائيات بالظبط انا عندي كم مريض فيروس في مصر، عشان اقدر احط فتره زمنيه معينه ان شاء الله بعدها مصر هتبقى خاليه من فيروس. وده هيبقى ان شاء الله الطلبه اللي بيقدموا للجامعات هيتم الكشف عليهم، اي مريض هيتم حد في اي مستشفى من مستشفيات وزاره الصحه هيتم عمل تسجيل له للتاكد ان عنده فيروس سي ولا لا، حتى عمال الشركات والمصانع هيتم عمل تسجيل لهم عشان اتاكد ان عندهم فيروس سي ولا لا، وبالتالي اقدر احط حصر المضبوط بالاعداد اللي عندي علشان اعلن توقيت معين وينتهي منها باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جزيل الشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان. نروح للمصري اليوم، وبنحب دايما الحقيقه او يعني من الملفات المهمه اللي دايما بنعمل لها متابعه، بنكون حريصين ان احنا نتابع المستجدات فيها اول باول. ملف سد النهضه، خطه حكوميه عاجله استعدادا لتشغيل سد النهضه، ومصادر الحد من زراعات الارز والموز والقصب. قالت مصادر بوزارة الزراعة أمس الاثنين إن الحكومة أعدت خطة عاجلة لمواجهة بدء تخزين المياه أمام سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل. وأوضحت المصادر أن الخطة الحكومية تعتمد على الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، خاصة زراعات الأرز، مع حظر تصديره نهائياً، فضلاً عن الحد من زراعات قصب السكر وتشجيع التوسع في زراعة قصب البنجر، والحد من زراعات الموز وقصره على الأصناف قليلة استهلاك للمياه، والاتجاه للتوسع في زراعة الصوب لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة بأن يترأس وفداً حكومياً رفيع المستوى يضم وزارات الزراعة والمالية والتجارة والصناعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة
من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مشروعات الصوب الزراعية التي توفر إنتاجية تشكل 8 أضعاف إنتاجية الزراعة التقليدية، على أن يقوم الوفد بزيارة لهولندا وإسبانيا والمجر باعتبارهم من الدول التي تتميز بتجارب رائدة في زراعات الصوب. كان خبر كمان مهم جداً علشان برضو ما فيش اشاعات تبدا تطلع ويقول لك الحق مش هن يعني ما فيش مش هيبقى في انتاج للرز وهنبقى داخلين على ازمه مش عارفه في قصب السوق، يعني ما فيش الكلام ده. الاخبار واضحه جدا ودقيقه جدا جدا، والفكره بس انه هنحد من زراعات المحاصيل اللي بتستهلك مياه بكميات كبيره وشرهه جدا. من برلماني، وده برضو كمان خبر مهم، مترو الأنفاق صنع في مصر، العربية للتصنيع تدشن القطار التاسع والأخير للخط الأول. شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أمس الاثنين تدشين القطار التاسع والأخير المكيف لمترو أنفاق الخط الأول ضمن مجموعة القطارات التي تحمل شعار صنع في مصر، وكذا تدشين قطار جديد من القطارات VIP العاملة على خطي القاهرة أسوان والقاهرة الإسكندرية. يأتي هذا الحدث في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع على إلقاء الضوء على الجانب الإيجابي للصناعة الوطنية وإعلاء قيمة شعار صنع في مصر. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونحس بفخر كده، وكل ما نشوف أو نسمع مثل هذه الأخبار نفتكر قد إيه مفيدة ومطمئنة جدا عبارة صنع في مصر. احتفلت الهيئة العربية للتصنيع بتدشين القطار التاسع والأخير لمترو أنفاق الخط الأول والذي يحمل شعار صنع في مصر، بالإضافة إلى تدشين قطار جديد من القطارات VIP العاملة على خط القاهرة أسوان والقاهرة الأسكندرية. احنا النهاردة إن شاء الله بنجتمع وبنحتفل باستلام 11 عربية سكة حديد من العقد اللي هو 212 عربية اللي وقع سنة 2012 مع الهيئة العربية للتصنيع، وبكده بيكتمل العدد اللي وصل لي إلى 160 عربة من إجمالي 212 عربة، يعني اللي باقي 52 عربية إن شاء الله جاري الإسلام على الأشهر القادمة، وده هيساهم في تطوير عربات السكة الحديد والركاب إن شاء الله ترتاح وتشوف خدمة أفضل بإذن الله. كان في مطلوب 20 قطر لتطوير الخط الأول، 20 قطر مكيف، هم دول القطارات المكيفة الوحيدة اللي موجودة في الخط الأول. شركة هونداي روتم جابت 11 قطر، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع قدرت إنها الحمد لله تصنع 9 قطارات في مصر، وربنا سهل إن شاء الله في يعني في التطوير اللي جاي، تطوير الخط الاول او الخط الثاني هيبقى ان شاء الله ربنا سهل، هنحاول على قد ما نقدر نبقى اكبر كميه ممكنه هتبقى موجوده من التصنيع المصري عشان نقلل حتى اعتمادنا على العمله الاجنبيه اللي موجوده. القطارات تصنع في مصنع سيناء في 9 قطارات، لكن اجمالي القطارات كلها اللي كانت متعاقده عليها 20 قطار، في 11 قطار جم من الشركه من خارجين من بره، والتسع قطارات عملوا، وده في نفس الوقت على التوازي مع التصنيع هناك، ونفس القطار ما فيش اي خلاف، نفس التصميم ونفس الخامات ونفس المكونات. بشرى الى اصحاب المعاشات، والخبر من مصراوي غادة والي، بدء صرف معاشات اغسطس بالزيادة الجديدة مضاف اليها فارق يوليو. أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم البدء في عملية صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة المقررة مضاف إليها زيادة شهر يوليو بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيه وبحد أقصى 323 جنيه. وقالت الوزيرة خلال بيان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس أن الصرف بدأ منذ مساء أول أمس الأحد الماضي من خلال كروت ATM، ويستمر الصرف حاليا من خلال مكاتب التأمينات. وأضافت أنه تم تشكيل خلية عمل على اتصال مباشر بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للوقوف على سرعة عمليات الصرف وإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين منها. ومن جانبه أشار أبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إن منافذ هيئة البريد المصري ستبدأ صرف المعاشات بالزيادة المقررة بدءا من 5 أغسطس، في حين تبدأ البنوك في الصرف بدءا من 10 أغسطس.
دي كانت أخبارنا المحلية. عندنا خبر واحد في الأخبار العالمية الحقيقة يعني اللي اهتمينا ان احنا نشاركه مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. نقلا عن روسيا اليوم، فرنسا تعلن إغلاق أكثر من 20 مسجدا منذ ديسمبر الماضي. أعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس الاثنين أن حوالي 20 مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة وقد أغلقت منذ ديسمبر الماضي في فرنسا، مشيرا إلى أن مساجد أخرى ستغلق وأن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا. وطبقا لروسيا اليوم، قال برنار كازنوف خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كيباش وأمينه العام عبد الله زكري: لا مكان في فرنسا للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية. وتابع: هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارئ أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام أو عبر تدابير إدارية، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا. وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث الأيديولوجية السلفية الأصولية. دي كانت مجموعة أخبارنا لهذا الصباح. نطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل مباشرة نتكلم ونفتح مع بعض ملفات مهمة جداً تتعلق بالطب البيطري، تتعلق بصحة وسلامة الإنسان، تتعلق بفكرة ومفهوم الرحمة والرفق بمخلوقات الله. بعد الفاصل. بجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم، ونفتح بقى مباشرة الملف اللي اتكلمنا عليه في مقدمة حلقة النهاردة، ملف الطب البيطري في مصر. الطب البيطري اللي بيواجه مشاكل كتيرة جدا الحقيقة، مشاكل حتى في إدارة الملفات اللي هو المفروض منوط بيها. كل الحاجات دي أسباب كتيرة وتحديات وعقبات ومشاكل كتيرة جدا وتشابك في التخصصات ومين مسؤول عن مين وورقة دي تتمضي من مين، كل ده أدى في النهاية لحاجة مهمة جدا: تدهور الثروة الحيوانية في مصر. طبعا ده بالإضافة لانتشار أمراض كتيرة جدا للأسف بتتنقل أو كتير جدا منها بتتنقل إلى الإنسان. فإحنا هنا بنتكلم في صحة الإنسان، بنتكلم في صحة الحيوان والرفق والرحمة في التعامل معاه، وبنتكلم عن تصدير صورة للأسف كانت سيئة جدا لمصر. وضربت لحضراتكم مثل بأستراليا اللي لغاية النهاردة الحقيقة مش قادرة تنسلنا تعاملنا مع المواشي في فترة من الفترات اللي كانت بتبعتها وحطلنا شروط كتيرة جدا، وعلى طول بتفكرنا ان هي بتبعت ناس تراقب احنا بنتعامل ازاي مع المواشي اللي بتيجي من عندها. لما نتكلم النهاردة في فكرة، وزي ما قلت لحضراتكم اللي شجعنا نتكلم في الموضوع النهاردة هو ربما فكرة سمعناها عن وجود ربما توجه او تفكير في فصل الطب البيطري في مصر عن وزارة الزراعة. وعلشان ما نتخضش ونناقش الموضوع بمنتهى الهدوء ونعرف ده مميزاته ايه ولو في عيوب هتكون ايه، لازم نبقى عارفين انه في بلاد كتيرة جدا عملت كده، كتيرة جدا منها بلاد عربية عملت كده، فصلت المنظومتين دول عن بعض. وبالتالي هل انا هنا هقدر، هيسهل عليا بقى عملية الحساب؟ لانه انا لغاية دلوقتي كل ما تحصل عندي مشكلة في الطب البيطري تحس ان العمليه بتوه وبتضيع ومحدش عارف مين مسؤول عن مين. تعالوا نفتح مع بعض هذه الملفات الهامه جدا، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نوصل لافكار عامه تفيد المجتمع كله وتفيد ايضا الرحمه اللي بننادي بيها طول الوقت. ضيوفنا الكرام الدكتور خالد العمري نقيب البيطريين، يا اهلا بحضرتك يا دكتور، والاستاذه منى خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق والرحمه بالحيوان، يا اهلا بيك يا استاذه منى، منورنا. لما نتكلم عن الطب البيطري بنسأل سؤال مهم قوي. أنا قلت في الأول إنه الناس واخدة فكرة إنه الدكتور البيطري ده هو اللي بيدي حقنة للقطة وبيسرح شعر الكلب ومش عارف، يعني صورة بسيطة متواضعة أقل من الواقع بكثير جدا أو أقل من اللي المفروض فعلا يكون الطبيب البيطري منوط بيه وبيعمله.
ايه علاقه الطب البيطري بصحه بسلامه الامن الغذائي، وايه علاقته بالاشراف على اللي بيحصل في المجازر والذبح بيبقى عامل ازاي؟ كل الحاجات دي سالنا نفسنا، هو المواطنين المصريين عندهم فكره كويسه ولا لا؟ تعالوا نشوف الاول المواطن قال ايه، ونبدا بقى نسمع ضيوفنا المتخصصين هيقولوا ايه. ايه اجراءات الامن والسلامه اللي ممكن حضرتك تتبعها عشان تشتري اللحمه للبيت بتاعك والاسره ده؟ هو طبعا اهم حاجه ان انا اثق في الجزار، ولازم يبقى فيه عنده النظافه الكامله، الحاجه موجوده في الثلاجات، ذبيحه اليوم بالتاريخ، مع اللحمه بتبقى لونها وردي فاتح يعني، طريقه التقطيع والتعليب مهمه جدا، يعني لما بلاقي الجواب بيبان من عنوانه. اللحمه بجيبها من واحد معرفه من زمان بنعرفه، يعني راجل امين بيشتري حاجه قدامنا كده وبناء عليه احنا بناخدها منه يعني عن طريق معرفه يعني. طبعا المفروض ان يعني هيئه الطب البيطري تقوم بالاجراءات الكامله على اللحوم المستورده واللحوم المحليه، تكون خاليه من الامراض وتكون خاليه من الميكروبات، ونكون مضمونه للشعب ما يستهلكها، يعني المستهلك مش هيكشف على حاجه قبل ما ياخدها. اولا انا بروح لواحد ببقى عارفه متعوده عليه وعارفه ان انا بشتري من عنده بقالي مده طويله، ما بروحش لاي حد. ثاني حاجه يكون مختومه بختم المذبح علشان يعني تكون مضمونه، مذبح اضمن انها مكشوفه عليها من دكتور بيطري، اضمن انها بتكون متابعه المواصفات الجيده يعني للحوم. تكون يعني اللحوم على الاقل انا عارف يعني انها طازه ومذبوحه صح في الاماكن بتاعتها وكده. بشتري لحمتي من جزار معين ما بغيرهوش، لان انا حسيت بالامان من ناحيته من زمان. عاده بشراء اللحوم مجهوله المصدر او الغير مترخه اللي مالهاش تاريخ صلاحيه. لابد ان الدوله يكون لها سلطان على الناس ولها تفعل الرقابه اكثر واكثر، يعني ما تبقاش المجرد، لان انا بسمع مثلا ان اللحوم الاختام بياخدوها ويختموا هم في المذبح، لكن لابد ان الدوله يبقى لها دور فاعل. يعني عارفه نوع اللحمه ايه، نظيفه من لونها كمان بيبان طبعا شكلها عند الجزار، والجزار مضمون، لازم اجيب منه اللحمه تكون مضمونه. طيب ندخل بقى في الموضوع مباشرة، بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. اسمحوا لي أبدأ مع دكتور خالد. ملف الطب البيطري في مصر، أولا نفتح الملف منين؟ هو شوفي حضرتك، أول حاجة الطب البيطري لازم يرتبط بكلمة طب علاج. كليات الطب البيطري في مصر 18 كلية، ال 18 كلية دول بيدرسوا مواد تيبيكال، نفس المواد اللي بتدرس في الطب البشري، يعني ده بيدرس هيستولوجي، ده يدرس هيستولوجي، ده يدرس باثولوجي، ده يدرس باثولوجي، ده يدرس مايكروبيولوجي، ده يدرس مايكروبيولوجي، ده يدرس كيمياء حيوي، ده يدرس كيمياء حيوي، ده يدرس بطنه، ده يدرس بطن، ده يدرس جراحه، ده يدرس جراحه، ده يدرس نساء، ده يدرس نساء، ده يدرس ذكوره، ده يدرس ذكور، ده يدرس ولاده، ده يدرس ولاده، ده يدرس طب شرعي، ده يدرس طب شرعي، ده يدرس سموم، ده يدرس سموم. دي مواد طبيه بحته خاصه بطب الحيوان. في نفس الوقت يضاف على ذلك مواد رقابيه، هذه المواد الرقابية خاصة بالرقابة على الغذاء، منها الرقابة على اللحوم ومنتجاتها، الرقابة على الألبان ومنتجاتها، بكل المنتجات اللي ممكن حاجة تتخيليها، إيفن الآيس كريم، واخد بال حضرتك، ده تبعنا كل ده، الأسماك، الدواجن. أنا أول مرة الحقيقة أعرف معلومة إنه عشان كده حبيت أوضح الصورة. يضاف إلى ذلك كمان مادة اسمها مادة التغذية، تمام؟ التغذية دي خاصة بالحيوان وكمان خاصة بالأمراض اللي تنتج عن سوء التغذية. حديثا كمان دخلنا الرفق بالحيوان، في الطب البشري يدرسوا النفسية، احنا ندرس سلوكيات حيوان، كويس؟ ده كله اسمه الطب البيطري. طب ما كان ممكن نسميه طب الحيوان، اشمعنى الطب البيطري؟ لانه كمان بيدرس مادة اسمها مادة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان. هل صحيح ان في ما يقرب من 300 مرض مشتركين بين الانسان والحيوان؟ 300 مرض دي لما احب اختصرهم، ياه، انما هم الاف الامراض
تجوز انها تنتقل، انما ال 200 او ال 300 مرض الاساسيين هو اللي بندور في الفلك بتاعهم. ده الناس فاهم انه مجرد السعار لو اتعضيت من كلب مسعور، لا الموضوع اكبر من كده. والستات مع القطط مش عارفه لو ايه مسببات السل، مسببات السل اكتر من 10,000 ميكروب للمايكوبكتيريوم. كويس، فلو اعتبرنا ان هم ثلاث ارباعهم بيتنقلوا ما بين الانسان والحيوان، ده لوحده بالاف الاعداد، انما احنا بنختصره في كلمه ايه؟ السل. وانس بنقولها مرة واحدة، one disease، مرض واحد. كويس، خاصة بالانتقال من الإنسان للحيوان والعكس، وضع حضرتك. إنما هم بيدوروا في فلك 300 مرض الأساسية المشهورين، إنما في أكتر من كده بكتير نقدر نتكلم. من إجابة حضرتك مبدئيا كده يعني وسعت مداركنا قوي على الطب، المفهوم الطب البيطري. يعني الطب البيطري ده حاجة إنه حتى اللي بيأكله الإنسان مسؤول عنه الطبيب البيطري في النهاية. طبعا فيش كلام. خلينا نوضح الصورة أكتر. ممكن أنظر للطب البيطري من منظور اقتصادي، ممكن أنظر من منظور الرفق بالحيوان والرحمة، ده منظور آخر، وده الحقيقة اللي هو معني بالطب والرعاية والصحة والكشف والجراحات وخلاف تدخل الطبي. كويس، ده ملف، والاقتصاد ده ملف. أعلى اقتصاد في مصر هو اقتصاد الطب البيطري من الثروة الحيوانية والدواجن. نتكلم بأرقام رسمية. أرقام رسمية إزاي؟ الانتاج الحيواني في مصر بلغ 121 مليار جنيه في 2015، ده ورق رسمي موثق، ما بقولش كلام كده افتراضا. 121 مليار جنيه. كمان عندي استزراع سمك بتاع، عندي انتاج سمكي 22 مليار جنيه، يعني بتكلم بالكسور بتاعتهم 144 مليار جنيه. ده بيمثل اقتصاد رسمي 44% من انتاج الزراعي المصري. ده المزارع اللي هي مسجلة. طب ده انا عندي آلاف المزارع غير مسجلة. اذا اعلى استثمار في الدولة شاء من شاء وابى من ابى هو الطب البيطري. تمام، هذا الملف كله على بعضه بيدار بعشوائية تامة في مصر. تمام، وده مش نتاج اليومين دول ولا الخمس سنين بتوع الثورة، لا 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 لا، ده من سنين طويلة. سنين طويلة الناس لم تنظر الى ملف الطب البيطري من الناحية الاقتصادية بوعي، ولأنها أيضا لم تنظر إلى الطبيب البيطري كطبيب كمان بصراحة، عمره ما أخذ وضعه ولا حجمه. يا فندم بصراحة إحنا سوء حظنا إن الثقافة، طبعا الثقافة ده شيء غاية في الأهمية، والإعلام ده شيء غاية في الأهمية طبعاً. الإعلام ما قامش بدوره في التوعية الكاملة الخاصة بمهنة الطب البيطري على مدار العصور اللي فاتت، والثقافة ما أنتجت لناش غير فيلم بتاع من حواء صدر صورة للمشاهد كوميدية ان الطبيب البيطري هو طبيب البهايم. واحنا يشرفنا ان احنا نكون اطباء البهايم، لان البهايم دي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ايات. تمام، فاحنا نتشرف ان احنا نهتم بملف الرفق بالحيوان، نرعى الحيوان، نعتني بالحيوان قبل اي شيء. الى جانب اقتصاد الدولة، عارف حضرتك احنا عندنا انهيار في صناعه الدواجن في مصر في الاونه الاخيره. طب انا بقى هقف هنا لان ده كمان موضوع تاني خالص، بندخل في تفاصيل الثروه الحيوانيه وملف الدواجن، وبالحديث عن ملفات الرفق والرحمه بالحيوان اللي حضراتكم مفروض بالاساس معنيين ليها. اسمح لي هسال بقى الاستاذه منى، وهي طبعا احد المعنيين جدا بموضوع الرفق والرحمه بالحيوان، ليه طول عمرنا كنا بنحس او بنشوف انه في قفشه كده او قفله ما بين جمعيات او كل من ينادي بالرفق والرحمه بالحيوان وما بين الهيئه العامه للخدمات البيطريه والطب البيطري في مصر؟ الصوره دي كانت صح ولا كانت غلط؟ هو للاسف هي صح، على الرغم ان احنا كجمعيات ومعنيين بشان الرفق وحقوق الحيوانات في مصر شايفين ان احنا عملنا مكمل، احنا الاثنين مع بعض معادله تنتهي في النهايه لصالح الحيوان ولصالح الانسان. مفيش بينكم منافسه يعني مثلا؟ احنا مش يعني معظمنا من القائمين على الرفق وحقوق الحيوان مش اطباء بيطريين للاسف. يعني كتير ناس تقول انتوا من الاطباء البيطريين، يعني اللي ماسكين الجمعيات الرفق والحيوان في مصر مش بيطريين؟ طب اهلا وسهلا، يعني يا ريت الجمعيات لو 10 يبقوا 20، لو 100 يبقوا 200، ويكون القائمين والمعنيين بيهم يكونوا بيطريين. ما تكونش مسميات لجمعيات ده المسمى بتاعها لكن ما فيش عمل ولا فعل على ارض الواقع. فللأسف الصورة دي اتصدرت أو نتجت نتيجة أنه الهيئة العامة للخدمات البيطرية شايفة أن إحنا كل اللي بنتكلم فيه أو بنستعرضه أو بنطلبه منهم ضدهم،
على الرغم من ان احنا كل كلامنا بيصب في صالح الحيوان اللي هو في النهايه هيكون لصالح الانسان. ملف الرفق والرحمه وحقوق الحيوان في مصر ملف مهدر، وللاسف سوء الاحوال ناتج عن انه ما فيش رغبه اساسيه ورئيسيه من القائمين على ملف الحيوانات والثروه الحيوانيه والشان الحيواني بشكل عام في مصر جديا ان هم يتعاملوا مع هذا الملف على انه اهم ملف موجود على ترابيزة عمل اي واحد بيشتغل في مجال الحيوانات. يعني بتعاملوا مع اساس انه شيء تكميلي، رفاهيه، حقوق الانسان اولى، وكل الصور السلبيه التي لا يجب ان تصدر عن لسان طبيب بيطري او معني بشان الحيوان في مصر. احنا من اول يوم اي حد فينا سواء كجمعيات بشكل منفرد او كاتحاد عام لجمعيات الرفق بالحيوان في مصر تعاملنا في ملف الحيوانات كنا معنيين بالتعاون بشكل كامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجانب الحكومي في الدولة المعني بالحيوانات. قبلنا برفض شديد، بتعنت شديد، بمحاولة إفساد عملنا في أوقات كثيرة، محاولة تشويه صورة جمعيات الرفق بالحيوان في مصر لصالح مين يا منى؟ يعني احنا عمرنا ما فهمنا الكلام ده ولا احنا فاهمين اللي جاي. يعني انا النهارده لما اكون كجمعيه او كده بتكلم في انه يا جماعه نذبح المواشي صح، نتعامل صح في نقل المواشي، اللحوم لازم ناخد بالنا من كذا، بلاش سم كلاب في الشوارع، بلاش معرفش، لما اكون بقول حاجات هي المفروض ان هي اساسيه بيزكس، ايه اللي ممكن يزعل حد من وزاره الزراعه مثلا او من الطب البيطري من الكلام ده؟ والله ده سؤال مهم جدا، احنا سألنا اكتر من مرة ليهم وما عندناش اجابات، او بناخد اجابات بشكل يعني يثير استياءنا وتعجبنا، اللي هو انا عندي قرار وزاري ان انا لازم اسم في الحيوانات، انا ما اقدرش اوقف قتل حيوانات الشوارع اللي هي بتصدر صورة مسيئة للطبيب البيطري اولا عن مصر ثانيا، بتأثر سياحيا علينا، يعني بتأثر اقتصاديا علينا، بتسيء لسمعتنا كمسلمين لانه الناس كلها بتعمل مرجعية لده، مسلمين اصلهم بيكرهوا الكلاب. كل ده يقول لك اصلا محتاج قرار جمهوري عشان ابطل اسم قطط وكلاب في الشارع. لا، حضرتك محتاج ضميرك كطبيب بيطري مهني، ضميرك المهني فين؟ 5 سنين قضيتهم بتقول انا دخلت كلية الطب البيطري علشان اتعامل مع الحيوان عشان اطبق الحيوان وانقذ ارواح الحيوانات واعني بالشأن الحيواني، وفي النهاية كل منظومتي هتصب في الصالح الانسان اولا واخيرا. فلما اجي الاقي انه عندي هيئة كاملة بتمثل الحكومة قائمة على عكس كل هذه الامور، بل انه احيانا بتصدر عنها تصريحات وتصرفات وتعليقات في منتهى السلبية، زي ان هم يروجوا الوجود يعني كائنات مش موجود، اكذوبة السلعوة اللي اتضحك بيها على الشعب المصري. انت مصممة ان السلعوة دي اكذوبة؟ مفيش حاجة اسمها سلعوة اصلا. لا، هو اسمحيني معلش تفضل. لا، انا مش عايز احمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية مشاكل وتبعيات هذا الملف، لانه ده جزء موجود ضمن منظومة الطب البيطري اللي عايزة تعاد هيكلتها وترتيب اوراقها. واخده بال حضرتك اللي متخذ القرار للطب البيطري مش الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وزاره الزراعه. انا تابع لوزير الزراعه، معالي وزير الزراعه، وما بحملش معالي وزير الزراعه الحالي قضيه الطب البيطري. ده حضرتك تراكم موروث. هو ده صحيح، تراكم عصور. لما اجي اكلم حد مسؤول، اسمحي لي يا فندم حضرتك، لو اعتبرنا ان رئيس الهيئه بكره هياخد قرار، مين هيعتمد له القرار يا فندم؟ مش معالي وزير الزراعه اللي بيعتمد القرار؟ هو يقدر يتحرك رئيس هيئه؟ يا فندم، انا باجي اكلم معالي وزير الزراعه بيقول لي انا اصلا ما جاليش طلب ان احنا نوقف السم. لا، ده الموضوع مش كده يا فندم. ما انا قلت لحضرتك الموضوع احنا بنحاول نوصل دلوقتي للاداره الامثل للطب البيطري. انا الاداره الامثل للطب البيطري كالاتي، تستقل عن وزاره الزراعه ولا نفضل زي ما احنا كده؟ شوف يا فندم، نقيب عام اطباء بيطريين مصر اللي قاعد قدام حضرتك ومجلس النقابه العامه للاطباء البيطريين مهتمين بملف الرفق بالحيوان، ولو حضرتك لاحظتي تصريحاتي في الفتره الاخيره انه لا، ملف الرفق بالحيوان لازم نقف عنده. ادي واحد. نمره 2، لجنه القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات الخاصه بالطب البيطري الخميس الماضي وقفت قلت لهم حضراتكم مجلس اعلى الجامعات بيطلب دلوقتي تدريس منهج اسمه حقوق الانسان في الكليات، وانا بطالب هنا حضرتك بتدريس منهج حقوق الحيوان، وانا همدكم بالمنهج او الكريكلم اللي يدرس في كليات الطب البيطري. كليات الطب البيطري في الفتره الاخيره دخلت مناهج رفق بالحيوان ما كانتش موجوده. انا لما درست يا فندم وانا في الثمانينات ما درستش رفق بالحيوان، تمام؟ درست علوم الحيوان والطب،
انما ما درستش الرفق بالحيوان. حاليا الاجيال اللي طلع جديد بقى لها اكتر من كذا سنه بتدرس الرفق بالحيوان. اذا لا، في تحرك في الملف. لكن الملف عايز يترتب يا فندم. في اولويات وفي حاجة تيجي قبل حاجة، وفي ازاي امكن للطب البيطري والطبيب البيطري انه يقدر ياخد القرار على ارض الواقع. طب اسمح لي قبل ما نقول في الاولويات دي، احنا النهاردة عايزين نتكلم في الاولويات. سؤال يا فندم، هل رئيس الهيئة يقدر يتصل بوزارة من الوزارات يتعامل معاها مباشرة دون الرجوع لمعالي الوزير الزراعة؟ استحالة يا فندم. طب ما ده مش صح. طب ما خلاص، ما ده اللي معطلنا الدنيا كلها. ولذلك يا فندم الملف قدام القيادة السياسية دلوقتي حاليا، وانا بكلم حضرتك باكد لك ان الملف بالكامل موضوع الطب البيطري امام القيادة السياسية، وامامها انها تتخذ القرار اما بالابقاء على هذا الوضع او انها تاخد قرار بفصل الطب البيطري عن الزراعة. وعلى فكرة في توصية طلعت من 15 يوم من اتحاد المهن الطبية، نقابة الأطباء البشريين، نقابة الأطباء الأسنان، نقابة صيادلة مصر، ونقابة الأطباء البيطريين مجتمعين الأربعة بضرورة فصل. لتوصية وطلب ورجاء الأسنان كمان؟ يا فندم، احنا اتحاد المهن الطبية أربع نقابات، مهن الطب يعني بيمثل 700 ألف دي عضل. دي مذكرة يا فندم اللي حضراتكم مقدمينها لرئاسة الجمهورية؟ دي يا فندم دي يا فندم دي اتبعتت لفادها فخامة رئيس، وأدرك تماما بحكم الاتصال السياسي اللي موجود بحكم ان انا نقيب ان الملف لا على اجندة رئيس الجمهورية في هذه الايام بالذات، وانه موضوع الفصل وارد جدا جدا جدا، لكن لا يجب ان انا اتحدث في مثل هذا الامور طالما ان الملف وصل امام تمام. احنا بنحاول نفهم ليه ممكن يكون في طلبات بكده بفصل الطب البيطري عن وزارة الزراعة، بنحاول نفهم ايه الاولويات اللي كنت حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي، وازاي نضمن برضو الجمعيات والناس اللي بتطالب بالرفق والرحمة تضمن انه لو تم الفصل هنحل مشاكل كتيرة قوي كان بقالنا سنين بنعاني منها. حضرتك قلت كلمة قبل ما ادخل مع حضرتك على الهواء، قلت في ازمة دولار في مصر. احنا الطب البيطري جزء من هذه الازمة. تتخيلي حضرتك ازاي؟ محدش واخد باله. حضرتك انا عندي انهيار في صناعه الدواجن في مصر في الاونه الاخيره، في كام شهر اللي فاتوا دول نفوق للدجاج والطيور بكميات ضخمه جدا، مش 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا مليون ولا 2 ولا 3، ده بال 200 300 مليون طائر بيدخل الاقيه ميت نافق. ما يصحش اقول ميت، نافق. وضع حضرتك لو حضرتك بقى بحثنا الامور، مصر بتستهلك 2 مليار طائر تسمين في السنه. ال 2 مليار دول انا بنتج منهم حوالي 800 مليون طائر، الباقي ده بستورده. 200 مليون؟ يس. يبقى زاد 800 مليون. 2 مليار. 2 مليار حضرتك قلت 2 مليار طائر انا بستهلكه كمواطن كشعب كويس في السنه. ال 2 مليار دول 800 مليون انا اللي بنتجهم. 800 850 مليون ايه ديبانس. وضع حضرتك ال 800 مليون دول اصابهم ضرر بالغ في الاونه الاخيره كارثي. طيب تعالي بقى نحسبها بقى اقتصاد. بدخل الاقي طائر عمر 25 يوم 27 يوم نافق. مزرعه ادخل 70% من المزرعه نافق. في مزارع 100% من فوق، يصبح الصبح يلاقي مزرعته على الارض كلها. ده بقى فيروس ولا ايه بالظبط؟ انا جاي لحضرتك، الكتكوت بيتكلف 3 4 جنيه. الديبنس برضو على الوقت بتاعه. بعد كده يدخل علف مستورد بالدولار. يدخل له دواء مستورد بالدولار، يدخل له لقاحات بيطرية مستوردة بالدولار. طائر التسمين عشان أربي تسمين بنور له الإضاءة 24 ساعة عشان أنا عايزه يأكل، عشان يوصل في عمر 33 يوم إن هو أنزله السوق يتباع وجاهز للذبح. وضال حضرتك بيجي لي عند عمر 25 يوم 26 يوم 27 يوم بيحصله نفوق نتيجة الكارثة اللي موجودة حاليا في مصر. اللي مات ده حضرتك لما تقولي هتقولي ايه؟ نفوق الطيور، نفوق الدجاج، انهيار صناعه الدواجن. انما انا لما احللها احللها لا، نفوق الدولار. اللي مات ده او اللي نفق مش طائر، اللي نفق ده دولار، دواء بالدولار، الطاقه اللي اشتغلت 24 ساعه اضاءه دولار، اللقاحات دولار، العلف دولار، ناقص ايه تاني؟ مفيش حاجه. اللي فلوس مصر اترمت على الارض ومحدش واخد باله من خطوره الملف. واخده بال حضرتك؟ ده الى جانب ان في 5 مليون لا 6 مليون تقريبا مواطن بيعملوا في مجال الطب البيطري. الخساره دي مين بيتحملها؟ يعني زي الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، كميات النفوق بالكميات الكبيره دي. دي كميات كبيره اللي حضرتك. انا يا ريت ارجع الصوره اللي قبلها
بتاعه الطيور. يا ريت بقى بعد ان ابص يا فندم اللي فوق ده بقى يا ريت كمان بيحصل له دفن امن لا او دفن صحي ده بيجي المربي يوم رميهم في ترعه يوم نقل المرض في مزرعه ثاني. اسمح لي اتدخل ما بيرميهمش بيبيعهم لسه عايز اسال لا ما انا جاي لحضرتك اللي بيحصل لا ما عندناش حاجه نخبيها طيب احنا برده انا صاحب الملف اصلا احنا يعني برده هنقول لحضرتك بقى سواء كجمعيات اللي بيرصدوه او سواء احنا كمواطنين اللي احنا ممكن نقلقين منه. طيب اوضح لحضرتك معلش اسمحيلي ايه المعيار عندك. طب معلش نسمع بس الاول استاذه منى انتوا رصدتوا ايه من خلال الطيور اللي بتنفق دي ازاي بيتم التخلص الامن منها وازاي نضمن لا مفيش تخلص امن دكتور امن ما بيحصلش امن تخلص امن. احنا لما كان عندنا الاشكاليه بتاعت انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التعامل اصلا الرسمي مع الموضوع ما كانش امن طبع. وما كانش علمي وما كانش صحيح. صحيح وكان بيتم التعامل معاه بعشوائية لدرجه ان احنا كنا مصدومين. هو في حد علمي في حد طبيب فكر 30 ثانيه في اللي بيعملوه ده ولا ما بيعملوش؟ النفوق اللي بيحصل للطيور ده كان توظيف سياسي اكتر منه بالظبط وكان محتاج قرار سياسي طبعا. لكن المساله هنا ان النفوق اللي حضرتك بتشوفيه ده هو عايز يعوض اي نوع من الخساره. الطيور دي النافقه دي ما بيتمش التخلص منها بطريقه امنه اساسا ولا بيتم التخلص منها بطريقه امنه. الطريقه اللي بيتخلص منها ان هذه الطيور بيتم بيعها في جزء منها بيتم تداوله غش بيبيعها في السوق وهي في حاله ثقه ده زي ومريضة. ده زي ده بيحصل فعلا على ارض الواقع بيحصل ده زي الخبر لسه قاري خبر امبارح انه قفلوا مصنع مش عارفه فين في محافظه ايه عشان لقوا فيه بسطرمه كميات كبيره جدا من البسطرمه معموله من احشاء الدواجن. ده من ده كتير مش بسطرمه لانشون وحاجات كده من ده كتير. احنا حضرتك بصي يا فندم احنا كطب بيطري انا صاحب الملف انا اللي جاي بقول للدوله يا دوله اتس تايم للتدخل. هو ده بر حضرتك انا مش جاي كطبيب بيطري او نقيب عام اطباء بيطري مصر تدافع. عشان اقول ده ما بيحصلش وده لا في انهيار في ملف الطب البيطري في مصر تمام مش هنضحك على نفسينا. وده واحد قاطرة الاقتصاد. الطب البيطري هيتظبط الملف هيبني البلد. الطب البيطري عنده ميزة كمان يا فندم التوسع فيه مش محتاج ناس متعلمة كتير يعني ممكن الناس اللي ما خدتش قسط كبير من التعليم اقدر استغلها واوظفها طيب. في صناعه الدواجن. خلينا بس ناخد مجموعه من الاتصالات كده من الساده المواطنين نسمع اصواتهم برضو. استاذ محمد والاتصال من الاهليه اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل. انا محمد بخش من مركز المزارع تحت اجتماع شركه معين. حضرتك انا بشكركم جدا على موضوع مهم الرفق بالحيوان. ارجوك يا استاذه انا عندي مشكله هي متعلقه بكده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بالحيوان واخبرنا ان امراه عذبت هره لا هي اطعمتها ولا هي سقتها فدخلت بثوبها النار. وهذا موضوع جميل جدا وانا احترم سيادتكم للحديث على هذا الموضوع. الله يفتح عليك. من اول يا فندم ان احنا بنتكلم برضه عن الرفق بالانسان. انا لما اخد والدتي وانا كفيف في المستشفى العامل منزله بالدقهليه وما لقيش دكتور واحد غير دكتور امتياز وهي تشتكي من معدتها وتصرخ وتاخذ حقنه وتصرخ ومش لاقي حد. ما فيش استشاري واحد يا فندم بطنه يكشف على والدتي واحنا اثنين مخفوفين مش لاقيين حد. اتوجه بكل استغاثتي الى وزير الصحه ومحافظ الدقهليه الاهتمام بمستشفى عامل منزله وتوفير استشاريين للبطنه وكالة تنفسي مش لاقي حد. ليه الدولة ما بتهتمش بالإنسان واحنا مراقين مش لاقيين حد يحترمنا ولا يهتم بينا يا فندم؟ طيب المستشفى العام المستشفى العام بالمنزلة بالدقهلية صوتك صوتك وصل يا استاذ محمد. المستشفى العام بالمنزله بالدقهليه يا ريت لو حد من وزاره الصحه دلوقتي او دكتور خالد مجاهد انا عارفه انه بيتابعنا كتير يا ريت لو نقدر نعرف ايه اللي حصل بالظبط ايه الخطا الطبي اللي ممكن يكون حصل. سيب بس رقمك. وعايزه بس اقول لك على حاجه انه ممكن قوي وانت ما تعرفش على فكره تكون والدتك ربنا يا رب يشفيها ويعافيها يا رب ويشفي كل مرضانا ممكن تكون احد اسباب ان هي تعبت الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي على فكره الطيور النافقه اللي بناكلها والغش اللي بيحصل والحيوانات اللي بتتذبح غلط وكل الكلام ده. فمفيش حاجه اولى من حاجه كل الحاجات مهمه مع بعض. ناخد استاذ سيد الغربيه. صباح الخير يا فندم. استاذ احمد دمياط صباح الخير. صباح الخير حضرتك اتفضل يا فندم. اولا الحقيقه انا بحيد خالد بشكل كبير جدا واقول يعني انا اصلا صاحي مخصص علشان اتفرج على الحلقه لان انا اجازتي النهارده ده مبدئيا. ثانيا انا طبيب بيطري فكنت عايز اقول ان المصلحه ان الطب البيطري يعود لوضعه ده شيء يهم الناس كلها والناس كلها تستفيد منه مش الطبيب البيطري بس. موضوع زي سلامه الغذاء مثلا الطبيب البيطري الطبيب البشري درس ما يقارب عشر ما درسه الطبيب البشري في هذا الموضوع.
في نفس الوقت مسؤولية الطبيب البيطري عن سلامة الغذاء في الوضع في مصر حاليا ما يمثلش 10%. فدي نقطة مهمة جدا، يعني المفروض ان الموضوع يكون في ايد البيطري اكتر، وده هيفرق مع الناس بشكل كبير. نقطة اخيرة عايز اقول للدكتور خالد ان معركة الطب البيطري في مصر معركة طويلة جدا. انت استاذ دكتور احمد انت مع 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 الفصل ما بين الطب البيطري ووزارة الزراعة؟ طبعا حضرتك طبعا طبعا طبعا، لان اغلب القرارات اللي المفروض ان هي مسؤوليه الطب البيطري، الطب البيطري ما بيقدرش ياخدها لان ما عندوش اي سلطه في الموضوع ده. فطبعا لا لازم يكون فيه. طيب انا بشكرك، انا كمان عايز اعرف من جمعيات الرفق ازاي اتعطل شغل كتير وحاجات كتيره في شغلهم بسبب موضوع الدمج ما بين الطب البيطري ووزاره الزراعه. بس خليني ابقى اقول لاستاذ محمد اللي اتصل بينا بالدقهليه حالا ان احنا تواصلنا مع دكتور خالد مجاهد فعلا وزاره الصحه، وبيقول لك لو سمحت توجه مباشره دلوقتي حالا للدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحه بالدقهليه. هو كلمه دلوقتي ومستنيك، بس يا ريت تكلمنا كمان تدينا رقمك لانك قفلت من غير ما ناخد رقمك. دكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحه بالدقهليه. دمج الطب البيطري وكونه بيخضع ليه اشراف ورقابه وميزانيه وزاره الزراعه عرقل شغلكوا في ايه؟ في نشوف المجازر بيحصل فيها، ولسه بقى انا هفتح دلوقتي الكلام عن المجازر وغيره بقى وحاجات تانية كتير متعلقه بسلامه الغذاء كمان والرفق بالحيوان. يمكن زي ما دكتور خالد أشار، هي المسألة محتاجة أنه الملف كله من الألف إلى الياء يكون معني به أشخاص متخصصين. طالما أنا بتكلم على ملف الطب البيطري يبقى المعني بكل ما هو بيطري وهو حيواني يكون القائم عليه شخص متخصص فيه. لكن هذه التبعية ممكن بتفقد القضية أولوياتها. يعني الدكتور خالد اتكلم على الأولويات، أنا كوزير زراعة ممكن أكون غير متخصص شايف أن أولوياتي مشكلتي في القمح ومشكلتي في الرز ومشكلة المزارعين ومشكلة السماد ومشكلة الكيماوي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بقى شغالين في سكتهم، ولما بيحصل مشكلة بيطلع رئيس الهيئة الوزير بيحصل اجتماع تنسيقي لرؤساء الإدارات التابعة لوزارة الزراعة. أولوياتي هتكون بعيدة لأن أنا مش متخصص في هذا المجال، أنا مش معني في هذا المجال، أنا أولوياتي بتفرضها علي أمور أخرى. لما كان الطبيب البيطري هو اللي بيعي تماما زي ما الدكتور اتكلم، بعد اقتصادي، بعد بيطري، بعد صحي، بعد حيواني، بعد إنساني، بالتالي أنا لما أجي أتكلم معه ويكون هو صاحب القرار ومعني به بشكل كامل أقدر أوصل لحلول سريعة وأكيد أكتر، لأنه هنتواصل إحنا بنتكلم نفس اللغة، بنتكلم على نفس الليفل مع بعض. أولوياتي وأولوياته مفترض انها تكون واحده في المجال. مفيش تنافس ما بينكم، انتوا بتكملوا زي ما بدات كلامك، مفيش تنافس، بتكملوا شغل بعض. يعني اين من اين التنافس؟ انا مش بحاول انشئ هيئه طب بيطري بديله. احنا كنا بنحاول نثبت ده لوزاره الزراعه بقالنا سنين الحقيقه، ولا بحاول ان انا اشتغل طبيب بيطريه. يعني احنا بالعكس، احنا عارفين ان احنا منظومتنا مش هتشتغل الا بيهم، عشان كده الصدام طول الوقت معاهم بشكل اكبر، لان احنا قاعدين بنخاطب فيهم اللي هم المفروض انهم يكونوا الاولى والمعنيين بيه مننا احنا اولا. علشان كده بتاتي جزئيه الصدام. وفي الجزئيه الثانيه لانهم ليسوا اصحاب قرار بشكل كامل ونهائي في الاخر، هو مستني قرار وزاري، هو مستني قرار جمهوري، هو مستني مستشار وزير الزراعه يرد عليه يقول له ايه. مستشار وزير الزراعه بالنسبه له المساله تاشيره اوافق ولا اوافق، عايزين مش عايزين، لا الحدوته قضيه، الحدوته زي ما الدكتور خالد قال دولارات. من وجهة نظرنا إحنا حق مخلوق وروح ربنا خلقها، منظومة اقتصادية، منظومة سياحية، أبعاد كتيرة جدا محدش عايز يبصلها، وفاهمين إن إحنا جايين بنتكلم طبطب على القطة وطبطب على الكلب. المسألة ما مش إحنا عندنا حياة برية، إحنا عندنا ثروة داجنة، إحنا عندنا ثروة سمكية، إحنا عندنا حيوانات مزارع، إحنا عندنا حيوانات جر، إحنا عندنا حيوانات أليفة. طيب. يعني المسألة كبيرة، أنا مش حدودة كلب وقطة إطلاقا. طيب أنا عايز بالظبط، الله يفتح عليكي، مش حدودة كلب وقطة، وإن كان برضو الكلب والقطة دي يعني أرواح هنتحاسب كلنا عليها، لكن أكيد. القصة أكبر كمان من كده بكتير، أي مسؤوليتنا. يا ريت يا شباب نجهز بالفيديو عشان نبدأ بقى ندخل في ملفات الثروة الحيوانية ملف ملف، نبدأ بالمجازر عشان دي من الحاجات الأساسية وضيوفي عايزين يتكلموا عنها. خلينا بس ناخد الأول اتصال. أستاذ سعد من الشرقية، صباح الخير. طيب معلش حاول تتصل بينا مرة تانية. أستاذ محسن دمياط، صباح الخير. صباح الخير يا باشا. اتفضل يا فندم. اولا تحياتي لحضرتك لانك فتحت الملف ده. شكرا. صباح الخير يا سعاده الباشا، يا اهلا بحضرتك. اولا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام واستاذنا الدكتور خالد.
وبفتح ملف المحاجر البيطرية اللي انا عصرتها. الحقيقة ان في حاجات كتيرة في المحاجر البيطرية الطبيب البيطري ممنوع من ممارستها، بمعنى ان المنتجات ذات الاصل الحيواني لا يتم سحب عينات منها في المحاجر البيطرية، وانما بيكتفى بالفحص الظاهري، وده خطأ كبير لان المعامل البيطرية هي المسؤولة اساسا عن فحص المنتجات ذات الاصل الحيواني وليست معامل وزارة الصحة. اذا كانت وزارة الصحة فيها نفس المعامل وبتقوم بنفس الفحوص على راسي من فوق، انما بكل الاسف هذا لا يحدث. دكتور حضرتك المحاجر البيطرية وسحب العينات دوت لازم للطبيب البيطري، الطبيب البيطري هو المسؤول عن الرقابة على الغذاء من اصل حيواني، وانت اللي تسحب العينة، وعارف ان القانون حصل فيه تعديل لصالح بعض رجال الاعمال عشان يمرروا بعض المواد. انا مستوعب كويس قوي ملف بتاع الطب البيطري، ومش هنسيب الموضوع دوت، الموضوع امام القيادة السياسية، وانا اثق في انه هياخد القرار الصح للطب البيطري ولصالح المواطن المصري. فعلا في حاجات بتحصل، فعلا في حاجات بتحصل في المحاجر وخلافه على مستوى مصر اتسحبت منها صلاحيات الطب البيطري مقصودة عشان تمرير بعض الغذاء اللي فيه بعض المتبقيات المسببة للسرطان. ده واضح تماما، واهلا وسهلا باللي عايز يجي يناقش الملف. انا مش مصدق. لا، في بيحصل حاجات اكتر من كده كمان. انا شايل هموم الدنيا معي، ملف الطب البيطري انا شايل فيه هموم الدنيا. احنا كنا فين السنين اللي فاتت دي كلها يا فندم؟ يعني خليني ما احملش الناس اللي موجودين دلوقتي فوق طاقتهم. البلد، بص يا فندم، انا هنا في صباح دريم، اسمح لي بس اقول لحضرتك على حاجه. انا هنا في صباح دريم، ومش هقول اسم يعني الشخص المسؤول الفاضل اللي كان معانا على الهوا، واعتقد انه كتير من المشاهدين هيبقوا عارفين دلوقتي انا بتكلم على مين. كان معايا وقاعد مكان حضرتك هنا مسؤول ما في وزاره الزراعه. نعم. وبقول له يا فندم المبيدات واللي دخلت مصر الفتره واللي كانت مسرطنه، وده بيفسر احنا اخر 15 سنه نسب السرطان زايده قوي عندنا في مصر، ايه قسم يعني قسم غير طبيعي بانه ده ما حصلش، وان دي اشاعات مغرضه، وانه رجال الاعمال لا علاقه لهم بالمواضيع دي، وانه نفي تماما، يعني كومبليت دينايل، هم حتى مش عايزين يسمعوا. فانا النهارده لما 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 الاقي حد صريح زي حضرتك وبتفتح الموضوع ده، انا الحقيقه عايزه افهم اكتر. شوف يا فندم، شوف يا فندم، احنا مصر على مدار سنين الملفات كلها حصل فيها كوربشن، يعني فساد، وحاجات غلط كتير تمت على ارض الواقع الى جانب اهمال شديد، وكل واحد قام شاف مصالحه بس. وده لحضرتك، ولذلك المسؤول دلوقتي عن الدوله المصريه بيحاول يعيد لمصر بعض ترتيب اوراقها طبقا للاولويات علشان البازل يتحط كل قطعه فيه صح، تقوم ترسم المشهد بشكل سليم. البازل ده لو حضرتك تخيلي فيه بازل كده وكل واحد حط القطع عشوائيه، هل هيعمل المشهد او ايه اللي كان بيحصل في المحاجر بالظبط يا فندم؟ لا بص يا فندم، معلش الموضوع ان نفهم. في 2002 حصل انه دكتور بطرس غالي، يوسف بطرس غالي، سافر ورجع من امريكا، قال احنا عايزين نعمل هيئه الغذاء، تمام، سلامه الغذاء. واخد بال حضرتك؟ وفجاه بدات تتسحب صلاحيات الطب البيطري، وجم يمرروا قانون لسلامه الغذاء قبل 25 يناير، والحقيقه مجلس الشعب رفض في الوقت دوت. ثم بدات تحصل موجه في فتره ما، من فتره قريبه، انه نعدي مشروع قانون هيئه سلامه الغذاء، وقامت الطب البيطري والنقابه وكل حاجه قبل ما انا اجي، وحصل وقفات احتجاجيه في خصوص هذا الموضوع كتير قوي. ليه كان الاعتراض ايه على القانون؟ لانه يا فندم كان في تهميش للمعاهد والمراكز اللي هي معنيه مؤسسات في الدوله قائم عليها الاطباء البيطريين، زي المعمل المركزي للمتبقيات، زي معهد بحوث صحه الحيوان، الهيئه، كله تهميش 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 علشان يسحب منه صلاحيه انه يوقف الشحنه. كويس يا فندم. وكان الهدف منه ان التجاره والصناعه تعمل المشروع القانون. ولما حصل ان احنا وصلنا صوتنا لسياده رئيس الجمهوريه، الحقيقه حصل تعديل في المشروع القانون، وخلوا الهيئه بدل ما تبع للتجاره والصناعه بقت تابعه لرئاسه الجمهوريه، وبدل ما كان رئيسها هيبقى مهندس زراعي بقى رئيسها رئيس الوزراء، وبدا يحط مسؤولين من كل وزاره، وخلى للطب البيطري عدد 2
يعني وده العدد الأكبر بالمقارنة للصحة واحد، السياحة واحد، الزراعة واحد، الصناعة والتجارة واحد وهكذا. المشروع لسه في إطار يعني تمرير قانون، إنما خلينا نبقى صراحة، المعني بالرقابة على الغذاء من أصل حيواني يا فندم هو الطبيب البيطري في كل حتة في العالم، مفيش حد. إنما اللي بيحصل إيه؟ أنا بسحب عينة، المفروض أسحب عينة ووديها للمعامل والمعامل تديني نتيجة، فهو راح عمله في الصادرات والوردات، قالوا لا، الطبيب البيطري يبص على العينة ظاهريا ويديني ورقة تقرير. طب ومعمليا؟ قال مش عايزين دوركو، في حين ان ده صلاحية للصحة، واللي في الصحة مين بياخد العينة بقى؟ واحد خريج إعدادية، خريج إعدادية، أنا بكلم حاجة بمنتهى الصراحة، بياخد العينة. قال طب أنا طبعا ما عيبش إن هو يكون خريج إعدادية، بس التخصص في الحاجات دي يعني معقولة؟ يعني أنا مثلا إنسان عيان أروح أتعالج عند عطار لما معايا؟ ما بتعالجش عند عطار، بتعالج عند طبيب. وده بقى لحضرتك المعني بذلك الكليات الوحيدة في العالم اللي مسؤولة عن الرقابة على الأغذية وتدريس الرقابة هي الطب البيطري. والمحزن أحزنك والله، تخيلي حضرتك عمر كلية الطب البيطري جامعة القاهرة كم سنة؟ احنا تاني أقدم كلية في العالم، اللي أنشأها أنشأت أيام محمد علي مدرسة الطب البيطري، واللي جه ينشئها أساتذة جامعة ألفور في فرنسا. تمام حضرتك؟ جم هم اللي عملوا لنا الكلية. تخيلي بعد ده كله هذا الملف يهمل على مدارس. والطبيب البيطري زي ما قلت برضو، أنا هدخل هنا بس هاخد مواد اتصالات تانية وبرضو أسمع من حضراتكم، لأنه أنا كمان معلوماتي أنه جمعيات الرفق لما بتنزل تعمل شغلها شوف شغلها. أنت أكتر ما مرة يا أستاذة مونة تقولي لي أنه أنت صعبان عليك الطبيب البيطري، لأنك هو مالوش سلطة، هو مالوش كلمة، هو معوش صلاحية أنه يعمل أي حاجة، وبيبقى مش راضي عن ممارسات كتيرة جدا غلط بتحصل في المجازر، وهنبدأ بقى نتكلم عن المجازر تفصيلا دلوقتي. معوش ضبطية. طيب خلينا ناخد استاذ سيد غربيه. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا واحد مربي دواجن في الغربيه. مربي دواجن، تمام. ايوه في الغربيه من سنه 80. النهارده ما فيش رقابه علينا خالص، ولا طب بيطري ولا بنشوف طب بيطري ولا بنشوف حاجه. الكتكوت بندخله ب 5 جنيه حضرتك، وطينا العلب ب 5000 جنيه و 5200 جنيه. وبعدين بنرمي بنيجي لاخر الدوره مثلا على عمر شهر، عمر 32 يوم، بنرمي نص الفراخ لان التحصيلات مضروبه كلها، بتيجي منين التحصيلات دي؟ مش عارف. انا بحييك يا استاذ سيد، بحييك كمان على يعني امانتك، لانه انت بالنسبه لك ممكن اي حد ممكن ما يبقاش عايز رقابه عليه، انت اللي متضايق ان ما فيش رقابه بتيجي عندك. الكلام اللي بيقوله استاذ سيد كلام صحيح، في غش في اللقاحات البيطرية، في غش في الدواء البيطري بكثرة في مصر، هذه حقيقة، ولازم وزارة الزراعة تتحرك. وزارة الزراعة مش هتعرف تتحرك يا فندم. ليه؟ لأنها مش شغلتها. هو يا فندم مهندس زراعي على عيني وعلى راسي. يعني يا فندم مش شغلتها؟ مش لغاية دلوقتي وزارة الزراعة كده والطب البيطري ده مظبوط تحتها يا فندم؟ طيب. إنما وزارة الزراعة ليه ما تجيش النهاردة تخاطب المسؤولين في الطب البيطري تقول لهم اخلصوا لي من موضوع اللقاحات القديمة أو البايظة، اعملوا لي رقابة على الدواجن والناس اللي كويس. بتربي. أنا محتاج يا فندم قانون للطب البيطري جديد. القانون ده في فترة ما من 3 سنين عملته هولندا، الاتحاد الأوروبي ساعد الهيئة في عمل مشروع القانون. تخيلي حضرتك ان مشروع القانون موجود عند مكتب وزير الزراعه لحد دلوقتي، ما اتحركش من يوم ما جه. ليه يا فندم؟ والمصلحه مين مشروع القانون يقف؟ مشروع القانون بايه تاني؟ مشروع قانون الطب البيطري الجديد، وسياده اللواء اسامه سليم بذل مجهود فيه رهيب وضع حضرتك علشان يعمل هذا المشروع مع الجانب الاوروبي. تمام، وتم من المشروع، وجه سياده اللواء الدكتور ابراهيم محروس راجل محترم رئيس الهيئه وبعته لمكتب الوزير، وبعدين بيعمل ايه المشروع؟ المشروع واقف. واقف في مكتب الوزير. مشروع واقف يا فندم، والوزير قافل على نفسه المكتب. يعني يساعدنا، احنا عايزين حد يساعد الطب البيطري. اتفضل يا استاذ. مش ممكن. اتفضل. حضرتك اشرتي قلتي ان احنا في اكثر من سياق واكثر مقابله من قبل كده، قلنا ان الطبيب البيطري مهدر حقه. ده حقيقي، بس انا عايزه ارجع انه مهدر حقه من قبل ما يتخرج ويبقى طبيب بيطري رسمي. هو مهدر حقه من منظومه التعليميه ليه في الكليات، مع احترامي يا دكتور خالد. طبعا محتاجين تطوير. التعليم البيطري في مصر بيعاني من أزمة سلوكيات التدريس، أساليب التدريس، أدوات التدريس، استخدام الحيوان
في التعلم عليه. فأنا بفقد الطبيب البيطري أهم جزئية فيه، الرحمة في من الرفق اللي هو المفروض بيدرس له دلوقتي، من هو بيتعلم. أنا كسرت عنده النص، طيرت الإحساس يعني من عنده مبدئيا. أنا عايز أقول على حاجة يا منى بس في الحتة دي قبل ما انسى، معلش. في مثلا فيديو انتشر من فترة عن مجموعة شباب كلية صيدلة تقريبا، فيديو كليب كده اللي هما بيغنوا التخرج وفرحانين، هو فيديو يعني جميل وفي روح حلوة كده، وفي لقطة في الفيديو ومش عارفة أنا بس اللي خدت بالي منها ولا ياسر، الناس كلها فرحت قوي، احنا خدنا بالي، الناس كلها فرحت قوي بالفيديو وقالت لك الله على الجمال والحلاوة. طالب ماسك فار حي يعني عايش من ديله وقاعد بيلعب بيه كده، ما ده تعذيب؟ ما هو ده برضو أنا هنا برسخ أفكار إيه؟ الفيديوهات دي منتشرة من داخل كلية الطب البيطري، كهربة الحمير الشغل عليهم بدون مخدر، لا هو حضرتك رميوهم من فوق الأسطح عشان أسبب قصور فدرس. لا يعني هو كهربة الحمير دي ليها قصة عشان بس نبقى مستوعبين، بس بقية الحاجات كلها برضو مظبوطة وبتحصل. أنا مش هدافع عن حاجة غلط، في حيوانات بتترمي من فوق الأسطح علشان تنزل مهمدة فيقوم الدكتور يعرف يشرح عليها. أنا مش هدافع عن حاجة غلط وانا بحضرتك، ولازم يحصل مكشف وبحترم ده حضرتك جدا الحقيقة. انما اللي بيحصل انه العظم لما بيحصل كسور في الحصان او الحمار، وانا بحضرتك طبيعه العظم اسمه مالتيبل فراكشر، البونز نفسها بتتفتفت غير الكلاب. الكلاب اقدر اعمل فيها شرايح واقدر اعمل فيها مسامير، انما الحصينه يا فندم او الخيول ما اقدرش اعمل فيها تدخل الجراحي اللي يسمح لي ان انا ارجع القائمه دي سليمه، القوائم دي سليمه او العظم يرجع سليم لطبيعه التيشو بتاعه او النسيج بتاع العظم بتاع الخيول. فبضطر ان انا اروح اتخلص من الحيوان بشكل او باخر، علشان المفروض يبقى القتل قتل رحيم، ودي ليها شروط معتمده عالميا للقتل الرحيم، سواء التعامل مع اللاب انيمالز او الحيوانات اللي هي مضطر ان انا يعني بره وانت ليك اطلاع واسع يا منى على القوانين بره كمان، بره بيتعاملوا ازاي في قصه التجارب على الحيوانات؟ لا بره طبعا وصلوا لمجالات تانية خالص، والتشريعات اللي موجوده دلوقتي كيفيه استخدام الحيوانات كحيوانات تجارب او في الغرض التعليمي، في توقف في عديد من الدول بقوه القانون في مجالات كثير جدا استخدام الحيوانات اطلاقا مطلقا فيها، مستحضرات التجميل والحاجات بعض المنتجات الدوائيه الاخرى. فاحنا بره لا احنا بعيد قوي عن بره، احنا في منتهى البعد عن بره. لكن انا بتكلم في الجزء الاساسي والرئيسي اللي هو انا بعلم الطالب ده انه تتعامل ازاي مع الحيوان، احساسك بايه، زي ما بقول الطبيب البشري احنا بنبقى متضايقين من ان هو بيخشوا على القصر العيني او العلاج المجاني، والاسلوب تعامل الطبيب بيقول امال لما هتبقى دكتور بكره هتعمل ايه في الشخص المحتاج اللي معهوش هذه القدره. فدي جزئيه هامه. الجزئيه الثانيه لما بيتخرج بقى، نظره المجتمعيه، سوء تناول الاعلام لي، سوء تناول الدوله مع انه هذا عنصر هام جدا بالنسبه لي داخل في منظومتي في كل حاجه في حياتي، غذاء وصحه حيوان وصحه انسان ورقابه صحيه وكل الامور دي، فبالتالي انا بهمش هذا الدور تماما، فمره تانية باسقط هذا الطبيب. ولما بيتحط في موقع المسؤوليه بحطه في موقع المسؤوليه بشكل اسمي وما بديهوش هذه الصلاحيات، ابسطها الضبطيه القضائيه. هو كطبيب بيطري ازاي وهو مسؤول عن غذاء الانسان ومسؤول عن صحه الحيوان ما يكونش معاه ضبطيه قضائيه عشان يقدر يوقف العربيات اللي بنشوفها على الدائري بشكل عشوائي والحيوانات مكببه فوق بعضها، ان هذه العربيه لما تخش طب ورونا يا جماعه الصوره معلش المجزر ورونا اساسا من الصوره اللي معانا يا شباب اللي فيها الراجل على عربيه النقل وحاطط يعني العربيه يمكن تستوعب ايه هي دي الصوره. طبعا ده كلام، الصوره دي بنشوف منها العشرات يوميا وبشكل اسوأ وبشكل اسوأ من كده. دخلت بقى عند الطبيب البيطري في المجزر ما شافهاش على الكوبري وما عرفش يوقفها، لما تخش عنده المجزر ازاي يسمح اساسا ان هذه الحيوانات يتم نزولها وذبحها؟ هو ما يقدرش يصادرها، ما عندوش هذه السلطه ان هو يصادرها. الطبيب البيطري جوه المجزر مش مؤمن اصلا، يعني فين التامين اللي قائم عليه عشان هو ياخد قرار الحالات دي مش قابله للذبح، مش هتذبحها، مش هسمح بهذا الكلام. الجزارين ممكن يعملوا فيه ايه عشان نكون ايجابيين؟ الجزار هيعمل ايه في الطبيب البيطري لو قال له؟ انا سعيد ان منى هانم بتدافع عن الطب البيطري وانها مؤمنه بالقضيه نفس اصل احنا مش الهدف الهجوم يا دكتور، وده حاجه جميله جدا ان يحصل انسجام ما بين الافكار ما بين النقابه وما بين حضراتكم. وانا الحقيقه من امنياتي القليله جدا في الحياه الحقيقه انه كل زي ما قلت في الاول ما كناش فاهمين دي قفشه ولا عدم رغبه في ان حد يراقب على حد وبتاع،
بس طول السنين اللي فاتت دي وزارة الزراعة مش حقيقي مش متقبلة كلام عن الرفق بالحيوان، مش متقبلة كلام انه بلاش استخدام السم، مش متقبلة كلام انه المجازر اللي بيحصل فيها. تعالوا بقى نتكلم على مجازر، بس معلش هناخد برضو. انا بس حابب اكد على حاجة لحضرتك ويعني قد تسعد حضرتك، ان الجامعات المصرية بما فيها جامعة القاهرة اقرت التعامل مع حيوانات التجارب بنظام تم إبلاغه لجميع الكليات، وممنوع نشر أي أبحاث دلوقتي سواء دولية أو غير دولية محلية إلا ما أقدم شهادة من الكلية تثبت كيفية التعامل مع حيوانات التجارب. في لجان كمان موجودة في جامعة عين شمس عندها لجنة خاصة بأخلاقيات جامعة القاهرة كانت سباقة وصل لمرحلة أنه الإنسان مننا يفهم أنه اللي بيعمله ده حرام. يعني زي المثل اللي ضربناه دلوقتي، طالب الصيدلة المحترم اللي حيقف في يوم من الأيام يبيع الدواء للمريض، يعني هو كمان شوف ايه ثقافه لما يمسك الفار وهو عايش ويقعد يلعب بيه يمين وشمال بيتباهى بحجم لا الفيديو لو كنت كملتي بقى في بقيته هو بيتم التباهي. امال لو شافوا كنا عملنا في الفيران ايه؟ طب ده الكلب ده تحت فطست قبل ما متت في ايدنا من كتر اللي عملناه فيها، وتباهي وتصوير بالفيديو وكان هناك نوع من العند معانا. بصوا احنا بقى بنعمل ايه من هنا؟ احنا لازم نتفق على ده علوم وصيدله وطب بيطري وطب بشري. احنا دوله عندنا مشاكل مفيش كلام، وجزء منها مرتبط بثقافه الشعب نفسه حقيقه. لازم نغير الثقافه دي، لازم نتغير ومش هيتغير من ده اثرها تراكمي. وما ينفعش نخاف وما ينفعش نتكسف وما ينفعش نقول اصل الناس هتتريق علينا وتقول حيوان ايه اللي بتتكلموا عليه. طب ما تشوفوا البني ادمين الاول. احنا هنتحاسب يوم القيامه لو سكتنا، هنتحاسب يوم القيامه. احنا فتحنا الموضوع وغيرنا بيفتح الموضوع. وكويس كمان يا فندم الحاجه، احنا الاول مره رئيس جمهوريه بيتحط قدامه الملف ويفتحه، هو ده الحاجه. في حين ازعلك، عايزه تزعلي ازعلك، احنا بعد 25 يناير جه رئيس وزراء مصر دكتور شرف عصام شرف. والده كان نقيب عام الاطباء البيطريين في يوم من الايام وكان دكتور شهير، وكل الاطباء البيطريين قالوا ده احنا هيحصل طفره في ملف الطب البيطري، ولم يحدث. ثم جه عصر الاخوان وقالوا الاطباء البيطريين قالوا المرشد استاذ في كليه الطب البيطري جامعه بني سويف، ده هيحصل تحرك في ملف الطب البيطري. ما حصلش نهائي، وده مال حضرتك ده وقف خالص. اول رئيس جمهوريه يجي يفتح ملف الطب البيطري المشير عبد الفتاح السيسي. هو حضرتك في جزئيه كمان مهمه جدا تخص مساله انه انا عايزه الناس اللي حتى مش عايزه تعتبر ان هذه المخلوقات وهذه الارواح اللي ربنا اللي قال، مش احنا اللي قلنا، ربنا اللي قال ان لها حقوق، انه المساله ما تحاولش تبص لها من هذا السياق، بس بص لها من سياق صحتك انت، حياتك انت، ما تتعرض له انت شخصيا، من ان انت ممكن تكون بتاكل غذاء غير سليم لانه تم بذبح غير سليم، يعني ذبح غير شرعي. الحاجه الثانيه انه انت معرض بالاستريكنين اللي بيترمي كل يوم في الشوارع ده، ان ابنك لو وقعت كعبل على الارض في اي مكان هيتسمم وايده جت مش هيلحق يوصل. ده في ناس ماتت، في ناس ماتت اول سمان. مره طبيب بيطري اول مره يا رب لك الحمد، اول مره طبيب بيطري يعترف انه بنستخدم السم المحرم دوليا في الشارع. ده بيحصل وعلى فكره امال كانوا بيوردوا، بص يا فندم كانوا بيطلعونا، احنا مفترين ونظلمنا ليه؟ وكان حصل في فتره قبل الثوره قبل 25 يناير ان ناس كانت محتاجه اكل وكانت تمد بتلعب في القمامه وبعدين تلاقي قطع لحمه وتاكلها وتموت ولا كان بتحصل حاجات مش كويسه. لا طبعا في خطوره في التعامل، والدنيا كلها بتتغير على بتحول الملف للتعقيم. السم ده يا دكتور بنستورده ليه يا دكتور؟ يا فندم انا مش صاحب القرار، انا يا فندم صاحب القضيه، مش الطبيب مش الطبيب البيطري في النهايه اللي بيحط السم ده في الشارع. مأمور. بص يا فندم، بص موظف ومأمور. بص يا فندم، بص يا فندم، المينتاليتي لازم تتغير، والرؤيه للطب البيطري لازم تتحط، والاستراتيجيه لازم تتحط. النقابه كمان لابد ان تخاطب اطبائها البيطريين انك لا تمارس فعل يخالف ضميرك المهني. نقابه الاطباء البيطريين وعلى راسها الاستاذ الدكتور خالد العمري يؤمنون بالقضيه تماما، واحنا متفائلين بده، احنا اصحاب القضيه واحنا متفائلين بده، بل بالعكس احنا اي واحد هيساعدنا في حاجه زي كده هيز ماست ويل. هناخد اتصالات الساده المشاهدين. استاذ نبدا بمين يا شباب؟ معانا اتصالات كتير. عم رجب الأقصر، صباح الخير يا استاذ رجب. صباح دريم، صباح دريم، صباح دريم، واحلى فقره جبتهالنا دي. يا رب يخليك يا رب. تحياتي لضيفك وتحياتي لاحسن فريق اعداد عندك. ربنا يخليك، اتفضل يا فندم. دقيقه واحده يا ريت تدهاني. اتفضل. والله تعليم بزنس، طب بلا ضمير،
حكومة نايمة في السبانخ، دقيق مسرطن، لحمة حمير أقسم لك بالله الشعب المصري بياكلها، خضروات ملوثة، فاكهة مهرمنة، مجمدات من البسس والقطط والله مصنوعة تحت السلم، مية ملوثة بصرف الصحي، والله والله شباب مدمر، كرة بلا جمهور، سمك بيصطاد في البحر بالكهرباء، بالكهرباء ده ممنوع دولي، والله والله بيصطادوه بالكهرباء، ده ممنوع دولي، ممنوع يتاكل حتى، سمك بيصطاد بالكهرباء بيكهربوا البحر كده ويصطادوه بقالي سنتين ما يتاكلش أبدا، حتى السمكة ما تخشش المنطقة دي أبدا تاني اللي اتكهربت دي. بشكرك يا أستاذ رجب، أنت يعني لخصت المفيد الصراحة. أستاذ عزت قاهرة، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذة منى. أهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك ولضيوفك. شكرا. وأنا الحقيقة مش هقدر أضيف على اللي قاله الحاج رجب من الأقصر كتير، بس لو احنا بنتكلم في الموضوع المهم اللي حضرتك بتتكلمي عنه، نتكلم عن إحصائيات. في أمريكا التسمم الغذائي بيصيب 1 من كل 6، يعني سنويا 48 مليون امريكاني، احنا بنتكلم على امريكا بقى، بيجي لهم تسمم اللي بسبب الغذاء. منهم المستشفى 148 الف كل سنه، اللي بيموت منهم كل سنه 3000. احنا ما عندناش الاحصائيات دي. لما احنا بنتكلم على هيئه سلامه الغذاء، هيئه سلامه الغذاء مش هي بس الغذاء اللي هو مرتبط بالحاجات البيطرية، الغذاء يعني كل الأنواع اللي هي تبقى موجودة اللي بننتجها عشان ناكلها. احنا بناكل نباتات نية أو مطبوخة وبناكل حيوانات. احنا عندنا دلوقتي المشكلة اللي أنا شايفها في الفقرة هي مؤسسية أكتر منها فنية، لأنه مش لما غير المسمى أو أفصل الطب البيطري عن الزراعة بكره الصبح هتتحل المشاكل. امال وجهه نظرك ازاي؟ اسمح لي اختلف مع حضرتك، انا مش لاقي اللي ياخد لي القرار لو سمحت. لا حضرتك ما توجهش الراي العام حضرتك لحاجه مش مظبوطه. طب استاذ عزت اسمع الدكتور خالد لو سمحت. انا واضح يا فندم، انا عشت حضرتك كطب بيطري على مستوى، لو سمحت يا عزت بيه، لو سمحت يا فندم اديني فرصه اتكلم. لا يا بيه اديني فرصه اتكلم. حضرتك يا فندم الكلام واضح، الغذاء في منه اصل حيواني، في منه اصل نباتي، وفي منه كيماويات. كلام محترم جدا ان الهيئه بتاعت سلامه الغذاء تنشا، لكن كلام محترم كمان ان اللي يبقى معني الغذاء من اصل حيواني هو الطبيب البيطري. انا حضرتك انا دلوقتي حاليا خاضع لوزاره الزراعه، وزاره الزراعه سمحت للصادرات والواردات انها ما تخليش الطبيب البيطري يقوم بدوره. مين اللي سمح بدوت؟ وزاره الزراعه، مش الطب البيطري. الطب البيطري ما بيسمحش بالكلام ده. انا لما يسمحوا لي بالكشف الظاهري فقط يا فندم، وما يسمحوليش بسحب العينه، ووزير الزراعه واقف يتفرج عليا، مين ياخد لي القرار؟ طيب نسمع بس المشاهد الكريم. اتفضل يا استاذ عزت. كلامنا مرفوض. اتفضل يا فندم. من فضلك يا استاذه منى، اتفضل. لو حقدر اوصل وجهه نظري، انا مش ضد طرف او مع طرف. تمام، انت وجهه نظرك ايه بقى يا استاذ عزت؟ اتفضل. اتكلم موضوعي، يبقى ارجوه ان هو يستنى ويرد، لان هو النهارده شهادته مجروحه ان هو بيدافع عن هيئه. لا ما بدافعش عن هيئه، بدافع عن قضيه وطن. طب البيطري قضيه وطن، قضيه البلد. انا مواطن، انا مش عايز اخد غذاء. طيب غير نسمع بس المتصل. طب كمل كلامك، يعني يا ريت وصل بس وجهه نظرك يا استاذ عزت. اتفضل يا فندم. حضرتك بتقول انه الحل مش الفصل في النقاش. حضرتك بتقول الحل مش الفصل، وجهه نظرك الحل فين بالظبط؟ انا دلوقتي كل واحد يعمل شغله. هو ايه اللي مانع هيئه الخدمات البيطريه ان هي تعمل شغلها؟ اني معيش سلطه يا فندم، اني ما معيش سلطه يا فندم، ما معيش ضبطيه. انا اقول لحضرتك حاجه يا فندم، 70% من المذبوحات بالنباتات. اسمع دي يا استاذ عزت، اسمع دي، 70% من المذبوحات يا فندم اللي بتتم في مصر خارج السلخانه، تمام يا فندم؟ خارج السلخانات. طيب ال 70% دول تقريبا ليه يا فندم؟ لان القانون بيقول ان الغرامه 10 جنيه. يعني حضرتك انا لو عملت ضبطيه ومسكت واحد ذابح خارج السلخانه بيدفع 10 جنيه يا فندم. ده قانون 69 تقريبا. 66 معايا يا فندم. وزراء الزراعه المتعاقبين، ما جالناش وزير زراعه يقول ان الغرامه 10,000 جنيه بكره، وده لو اخدوا
لمصلحه الدوله. ليه بقى يا فندم؟ لان لما بدخل ثواني يا عزب بيه، لما بدخل يا فندم ذبايح تدبح او مذبوحات تدبح داخل السلخانات بدفع عليها رسوم للدوله، الرسوم دي بتصب في صندوق المجازر، لما تصب في صندوق المجازر اطور بكره المجازر يا فندم. انما ما بيجيش وزير زراعه عنده افق ومتسع الافق بتاعه رؤية. لملف ورؤيه الطب البيطري معايا حضرتك، فيسيبوني من سنه 66 للنهارده ب 10 جنيه ادفع الغرامه، مين ياخد لي القرار؟ رئيس الهيئه مش هو اللي هياخد لي القرار، صاحب القرار اللي يقدر يدخل قانون مشروع قانون هو واحد بس، هو حضرتك وزير أزرع. وزير الزراعه هي هو ده يا فندم رد على جزئيه مهمه حضرتك قلتها، انه مش الفصل هو الحل، هي فكره ان انت ساحب كل السلطات كل صلاحيات يا فندم كل الصلاحيات من ايد الطبيب البيطري، هو مش في ايده يعمل اي حاجه. هل لازم ابقى في الاستوديو يا استاذه منى عشان اقدر اقول رايي؟ لا لا مش لازم يا فندم، كمل اتفضل. الثمانيه اللي انا ابقى موجود حضرتك تستضيفيني، كمل حاضر انت تنورنا كده كده بس اتفضل كمل. حضرتك تبقي موجوده لو احنا بنتكلم، اللي انا عايز اقوله في كلمتين اتفضل. احنا مش احسن من امريكا اللي مسؤول عن سلامة الغذاء والدواء مع بعض الـ FDA، فلو احنا بنتكلم النهاردة احنا ما بنتكلمش من منظور داية انه كل واحد يعمل، لا هاي سلامة الغذاء المؤسسات اللي موجودة في الدولة هي هتعمل شغلها في الجزء اللي منوط بيها. احنا مش رافضين عمليه الغذاء سلامه الغذاء، مفهوم خطا انتاج. انا مش رافض هيئه سلامه الغذاء استاذ عزر، هو احنا ما فيش اعتراض، اسمعني. طب انا سلامه الغذاء وعلى فكره وهيئه الدواء مش رافضينها، الاعتراض احنا مش عايزين دورنا، الاعتراض مش على وجود هيئه سلامه الغذاء، ده احنا مع داعمين. بالعكس بتكلم، انا بتكلم يا استاذه منى اتفضل يا فندم. هو حضرته عايز يعمل غذاء حيواني مش عشان انا اكله طبعا، هيوديه فين؟ لا على فكره هو في مفهوم خاطئ عند الاستاذ منى، من فضلك خليه بس يا فندم. انا خليني بس اسمع، معلش اسمع للاخر وهترد يا دكتور، ردوا زي ما انتوا عايزين. كمل يا فندم اتفضل. طيب كمل. لو انا بتكلم ان هو بينتج في بعد كده بالنسبه لانتاجه، في بعد كده البروسيسنج، وفي بعد كده النقل اللي هو الديستريبيوشن، وبعد كده الاستخدام للغذاء ده علشان التاك، وبعدين التجميد او ان انا احط الاكل بطريقه امنه عشان ما يحصلش الامراض. في امراض كتيره قوي. لو انا على كل هيئه هتبقى موجوده بتقول ان انا عايز انفصل وان انا ابقى حاجه هيئه على مستوى القومي، او فاهم غلط، يبقى احنا كلام ما هواش منطبق على ان لو هنا في طب النباتات اللي هو بتاع امراض النباتات يقول لي انا عايز هيئه لطب النباتات. طيب ويبقى في تخصص. الحاجه اللي انا بطلبها حاجه واحده. في حاجات اسمها تشريعية، ان هي بتحط لو هو زي ما الدكتور بيقول انه الغرامة ما هياش كفاية، انا عندي preventive measures وعندي enforcement measures. preventive measures اللي هي تخليني امنع اي حاجة ما هياش سليمة ان هي تبقى موجودة سواء حيوان سواء اي غيره، وبعدين enforcement ان انا اطبق القانون ويبقى عندي الاليات ان انا اقدر اتحكم. المشكلة مش مسألة ان انا الاقي هو ايه اللي بيموت الحيوانات ولا بيموت اللي هو الطيور اللي هي موجودة تبقى نفقة، ما هو ده فين دور الطبيب البيطري اللي هو بيعمله؟ حد منعه؟ اقول لك ايه حد منعه؟ انا اقول لك حضرتك ايه يا دكتور اللي منعه؟ هو بقى شو واخد باله من حاجة يا فندم؟ انا في مصر عندي 1700 وحدة بيطرية، مظبوط يا فندم؟ 1700 وحدة بيطرية. في وحدات بيطرية قفلت لان مفيش تعيين للاطباء البيطريين، قفلت جابت درف، تمام؟ في وحدات بيطريه يا فندم ما فيهاش لا كهرباء ولا ميه، يعني معناها ان الدواء اللي فيها فسد، ما فيهاش سرنجه، تمام؟ في وحدات بيطريه يا فندم الصرف الصحي ضارب فيها، ما نزلش وزير الزراعه زار وحده بيطريه عشان يصلحها لي يا فندم، تمام؟ ايه اللي بيخليني ما اقومش بدوري ان من سنه 94 توقف تعيينات الاطباء البيطريين على مستوى مصر كلها، معايا حضرتك؟ والطبيب البيطري بيطلع معاش وما بيستعطش مكانه بواحد، تمام؟ ازاي الكلام ده انا مارس مهنتي؟ لا يا فندم، هو مفيش عدد اطباء بيطريين كافي، انا عندي تعيينات وعندي نقص في اطباء، وعندي اطباء خرجوا معاش والوحدات اتقفلت، وعندي وحدات ما فيهاش كهرباء، وعندي وحدات قايله للسقوط، وعندي وحدات دون المستوى، كل الكلام ده عندي يا فندم لان مفيش مشروع لتطوير الوحدات البيطريه. طيب. اما في مفهوم خاطئ عند مستر عزت، وهي الحاجه المهمه ايه؟ انا اتفق معاك في هيئه سلامه الدواء وهيئه سلامه الغذاء، ومين اللي قال ان انا عايز اهيمن عليها؟ انا مش عايز اهيمن عليها، انا عايز اخد دوري الرقابي، والغذاء ده جزء بسيط في منظومه الطب البيطري. يعني حضرتك اللقاحات البيطريه هي دي تبع هيئه الغذاء؟ لا مش تبع هيئه الغذاء، تمام؟
الادويه البيطريه تبع الدواء البيطري ودي عايز يتنظم تمام. الـ 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 الاشتراطات اللي المفروض تطبق على ارض الواقع محدش بياخدها لي. الكارنتين ميجرز عايزه تتطور، المحاجر عايزه تتصلح، المجازر عايزه تتصلح. وهي المجازر تابعه لهيئه الغذاء ولا هيئه الدواء؟ طيب. لا طبعا طيب يا فندم. بالحديث هسمع بس هسمع استاذه منى وبعدين نتكلم على جزئيه المجازر. انا طب استاذ عزت في حاجه اخيره عايز تقولها؟ معلش عشان الوقت بس في حاجه اخيره عايز تقولها. الحاجه بس اللي اديني فرصه علشان اعلق، هي المجازر تبع هيئة الخدمات البيطرية ولا تبع المحافظات؟ تبع المحليات. تبع المحليات يعني تبع المحافظات يعني حاجات محلية. ما هو ما هو طبيب انها تتضم. هو انت النهارده دورك كطبيب بيطري ان انت فنيا تقوم بالواجب بتاع حضرتك. يا فندم ايوه. والهيكل لو الهيكل ما هوش مظبوط يبقى انا محتاج اصلاحات تشريعية. حلو. لو العدد اللي هو موجود يبقى انا مفروض ان انا اعمل تعليم عشان يديني الكوادر اللي هي تبقى موجوده. كل ده مع بعضه بيخلق البيئه التمكينيه علشان يبقى عندي انتاج سليم صالح للاستهلاك. ده كلام. المشكله مطرق. عندي ان احنا بنفكر كل الـ انا مقتنع ان حضرتك عايز تعمل دورك باحسن ما يكون. لو كل الناس اللي هي موجوده هتعمل تشبيك مع بعضها علشان تديني في النهايه المنتج اللي هو يضمن سلامه الغذاء عشان المواطن، ليه ما فيش احصائيه زي اللي انا قلت لها لامريكا منشوره هنا في مصر؟ ليه؟ طيب انا بشكرك. ليه ده؟ عشان انا هسمع تعليق ضيوفي وبشكرك يا استاذ عزت جزيل الشكر عشان بسمع اتصالات كتير. المسؤول عن الملف هو المطلوب، هو المفروض يقدم الداتا دي اللي بيتكلم عليها استاذ عزت. المسؤول عن الملف ما عندوش الداتا. هو برضو استاذ عزت في فكره في دماغه انه اللي منعك كطبيب بيطري ما تعمل دورك هو برضو مش أنا اللي ممكن ما تبقاش اصلا. لا يا فندم انا كمان انا لسه بقول لحضرتك حالا لو الطبيب البيطري اللي واقف داخل المجزر ده بيتثبت بالسكينه يا فندم، وفي اطباء بيطريين اتعرضوا لان هم اتضربوا بالسكاكين واتقطع صباعه واتقطع ايده. انا لسه يا فندم ما تيجوا نشوف مع بعض بقى عمليا. طب ما تيجوا بقى نشوف مع بعض عمليا كده نموذج صغير قد كده من الحقائق اللي بتحدث داخل المجازر عندنا في مصر او داخل كتير من مجازر، بلاش نعمم يعني. تعالوا نشوف كده فيديو. الفيديو ده الحقيقه يعني سميناه، كان مدنا بيه من فتره الحقيقه استاذنا الكبير الدكتور لطفي شاور، وكان مسميه حتى اطلق عليه اسم الذبح على انغام الترامادول. جزار بكل ما تحمله الكلمه من معاني واضح انه واخد يعني ترامادول، يعني حقيقه باين جدا من الصوره وطريقه التعامل. تعالوا كده نشوف مع بعض الفيديو ده وتتخيلوا كده وانتوا تتفرجوا على الفيديو ده لو في بقى طبيب بيطري كده داخل كده بنضاره كده او طبيبه بيطريه داخل يقول له حرام كده، ما ينفعش كده، ما يصحش كده، هو ممكن يحصل فيه ايه؟ تعالوا نشوف الفيديو، ويا ريت لو في اطفال معلش يعني ما فيش داعي ان هم يتفرجوا عليه. نشوف الفيديو مع بعض. علمونا واحنا صغيرين انه اذا ذبحنا ان نحسن الذبح، علمونا واحنا صغيرين انه لما تيجي تتعامل مع الذبيحه تتعامل معها بكل ما
أوصانا عليه ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدياننا السماوية من الرحمة والرفق. المنظر اللي شفناه دلوقتي ده بيحصل لغاية النهاردة كل يوم كل يوم بيحصل المنظر ده كل يوم. حقيقة إنه مفيش أي حاجة في الدنيا تقول إنه ينفع كنا نسكت على المشهد ده أكتر من كده. وزارة الزراعة بقى اللي مسؤولة، وزارة الزراعة ما كانتش واخدة بالها وما تعرفش، ولو إني أشك، لأن إحنا ياما عرضنا فيديوهات مماثلة ونشدنا وصرخنا وقلنا الحقوا المهازل اللي بتحصل في المجازر، ودي مسؤولية في رقبتنا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى إنه المشهد ده حرام. كل معايير الرفق والرحمة بالإنسان والحيوان في العالم ترفض المشهد ده. سلامة الغذاء، يعني ده النهاردة كده الأمراض بقى اللي ممكن نشوفها واللي بيحصل ده. وغير بقى طبعا كمان ان بتقولي يتأكدي ان المشهد ده بيحصل كل يوم في المجازر في مصر عندنا. أيوة قدمتوا بلاغات يا منى قبل كده لوزارة الزراعة؟ احنا رحنا بفيديوهات متصورة من جوه مجازر لوزارة الزراعة، مش فيديو واحد، اكتر من فيديو. احنا كجمعيات رفقة قدمناها في الدول المصدرة، الجمعيات اللي شغالة فيها نزلت مصر ودخلت مجازرنا وصورت، زورت في مجزر البساتين، في الإسماعيلية، في السويس، في العين السخنة، صوروا في الجيزة، 400 مجزر، وبعضهم عرض الحلول وبعضهم قدم حلول، وللأسف لأنه ما فيش جدية من الهيئة العامة للخدمات البطارية ووزارة الزراعة في أنه هذا الملف يتم التعامل معاه، فإحنا بنسدد خانات. هتبعتوا لنا صندوق عشان نتحكم في الذبيحة، وإحنا ابعتوه بعد شهرين ثلاثة كم مهمل يا بوظوه يا ما بيستخدمش أصلا، ومرة تانية بنفقد الميزة. وكان الصندوق مقدم من أستراليا، وأستراليا قطعت معنا مرتين التصدير، يعني بتكلم في أمن قومي، بتكلم في أمن غذائي، نتيجة هذه التعاملات اتقطع تماما أن أستراليا تديكي لحوم ضاني علشان أنت تدعيها في شارع المشاع. انزلي مشي في الشارع هات الخروف حطه في صندوق العربيه اربطه من فوق يربس حلو ورايا وجره. فبيقول لك انت ما عندكيش رقابه من الحكومه، انا اضمن منين؟ فبالتالي الحكومه فقط من حقها انها تستورد خرفان للمجمعات الاستهلاكيه مباشره، لكن استحاله انت تنزلي في العيد تقدري او في غير العيد تقدري تشتري هذا الخروف. في جزئيه مهمه بس الدكتور اشار ليها لما قال القانون البيطره موجود لغايه دلوقتي عند مكتب وزير الزراعه وما طلعش. هو هذا القانون بمساعده هولندا او مساعده اي دوله ثانيه، اولا الجهات اللي اشتركت في هذا القانون فين؟ أين الجزء الخاص بشق الرفق في الموضوع؟ دي حاجة. الحاجة التانية إحنا مفهوش جزء الرفق بالحيوان، مفهوش. إحنا متأكدين مفهوش يا فندم، إحنا متأكدين القانون اللي متقدم على مكتب وزير الزراعة ده مفهوش جزء الرفق بالحيوان. ليه يا دكتور؟ ما أنا قلت لحضرتك يا فندم، حضرتك واحد عيان بيروح يتعالج عند عطار ولا بيروح يتعالج عند طبيب؟ بيروح يتعالج عند طبيب يا فندم. انا يا فندم اللي مسؤول عني مهندس زراعي لا يفقه شيء في الطب البيطري، اعمل ايه هنا؟ الجزء الثاني بقى، طيب هذا القانون اللي اجبرت مصر عليه مش من وازع شخصي من الوزاره ان احنا محتاجين قانون بيطره او لان احنا شايفين هذه الاهميه، لا، انت بقى عندك دلوقتي الاتفاقات الدوليه بتشترط عليك ان يكون عندك قانون رفق وقانون بيطره علشان يقدر يتم معاكي اي اتفاقيات دوليه عشان يصدر لك اي نوع من الغذاء او يكون في اي شكل من اشكال التعاون بينك وبين الاتحاد الاوروبي، بينك وبين دوله داخل الاتحاد الاوروبي او خلافه. فاجبرنا، ما احنا لو ما عملناش مش هنمد اتفاقيات. فقعدنا كتبنا اي حاجه خاصة في الآخر هذا القانون ليه علاقة بالتداول، لا قانون في شأن الطب البيطري، لا قانون محترم يا فندم، في قانون لتداول الأدوية والأمصال واللقاحات والحاجات دي كلها ليه علاقة. بص يا فندم، موجودة فيه الأمصال واللقاحات، إنما الدواء ده خاص بإدارة الصيدلة في الصحة، وزارة الصحة، وده بقى حضرتك. إنما لازم نتفق على مبدأ، لا، القانون اللي مقدم بتاع الطب البيطري كشغل الطب البيطري، لا، قانون محترم ينقصه باب اسمه الرفق بالحياة. طب سبحان الله، نسمع هذا اللي ينقصه. طب ما انت يا وزير الزراعة الحالي واللي قبليك ورئيس الهيئة الحالي ورئيس الهيئة اللي قبليه ورئيس الهيئة اللي قبل قبليه من 2004 اتقدم لكم اكتر من مرة مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان ورفق الحيوان في مصر، وما استقلناش فيه لوحدنا. يعني هم لما جم يعملوا القانون قعدوا مع نفسهم عملوه، احنا ما جينا نعمل هذا مشروع القانون قعدنا على هيئة عامة للخدمات البيطرية ومع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة ومع المحليات ومع الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، وقعدنا مع ممثلين عن نقابة المحامين، وكان بيرأس لجنة لصياغة هذا القانون الله يرحمه الدكتور صوفي أبو طالب عشان نصيغ هذا المشروع، وتم التعديل عليه بعد ما قعدنا مع كل الجهات المعنية وكل الناس. علشان قدمناه كم مرة؟ قدمناه 6 مرات. الله يرحمه الدكتور صوفي أبو طالب. ما تعملش بيه حاجة، اتضاف على قانون البيطرة؟ لا ما اتضافش، بالعكس، ما ذكر عن الحيوانات في هذا الشق ضد الحيوان مش معاه. فأنا بسأل دلوقتي حالا
لماذا يرفض هذا القانون وهذا المشروع ولم يقدم حتى الآن ولم تتبناه وزارة الزراعة ولا هي العامة للخدمات البيطرية؟ ده المشروع قدمتوه بالفعل كنتر وزارة الزراعة قدمناه أكثر من مرة وقدم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إبراهيم محروس اللي حتى هذه اللحظة وأنا بكلمك على الهواء بيرفض أنه هو يقابل أي حد من جمعيات رفق بالحيوان. هذا السؤال يسأله اللواء إبراهيم محروس. الدكتور ابراهيم الحياة متعاون معانا جدا جدا مش معانا يا فندم. احنا متعاون معانا جدا. احنا بعتنا اكتر من ساعدك تعالي فندم. احنا بعتنا بالحساب احنا شرفنا لان هو الحقيقه الدكتور ابراهيم الحد المصري هو يعني مش عارفين يقابلوه يا فندم ليه ومتعاون معانا بشكل كبير جدا. انا نطمع في ربع هذا التعاون. انا تحت امر حضرتك. احنا نطمع في ربع هذا التعاون. انا بمد ايدي ليكي بالمساعده وتحت امرك طالما انه في اطار الصالح العام الصالح العام وده بالحق. طيب ولا نسمع اصوات مع اي حاجه نسمع اصوات على فكره عمر الصالح العام ما هيبقى في تعارض يعني لو انا مهتمه بصحه الانسان وبمبدا الرفق والرحمه بمخلوقات ربنا والحيوان والنبات والتوازن البيئي والاطفال وكل ده صعب قوي يا دكتور تلاقي فيه تعارض. معلش اسمح لي بس اخد اصوات الناس في موضوع الرفق بالحيوان. انا مش بخص حضرتك بالموضوع. وفي ناس في الطب البيطري ما شافتش شغلها وفي ناس في وزاره الزراعه كل ما نقول لها في سم تقول لك ما فيش سم. لازم يبقى ايه نبقى حريصين كل الحرص على ان يطلع في الصالح العام. طيب ناخد اتصال معانا مين يا شباب. ناخد نبيله وبنعتذر لك بانك جميله بقالك كتير معانا على التليفون. معلش اتفضلي. ايوه الو. ايوه يا ستي اتفضلي يا استاذه نبيله. صباح عليكي وعلى ضيوفك. دلوقتي انا عايز اعرف احنا بنتكلم كده طب فين الرقابه بتاعه وزاره الزراعه؟ يعني انا عندي اسهم في الشركه المصريه للدواجن بقالها سنين وقالوا لنا لا ده احنا هنزود كل سنه يعملوا جمعيه عموميه وياخدوا مرتبات وبتاع ومفيش اي حاجه ولا في ارباح ولا حاجه. فين بقى فين وزاره الزراعه والرقابه على الشركه المصريه للدواجن دي؟ من 10 سنين جم قالوا لنا لا ده احنا هنطور وهنعمل واخدوا اشتروا 10 اضعاف الاسهم بتاعتكم. مش انا بس ده في ناس كتير كده. فانا مش عارفه فين الرقابه فين الرقابه على الفساد يعني ليه الناس بتاخد مرتبات على الفاضي؟ ليه في مواطنين انا بشكرك يا استاذه جميله طبعا ومش عارفه ليه في ناس عندها احساس ان وزاره الزراعه وحقيقي بالامانه مش بقصد دكتور عصام فايد بالامانه انا بتكلم في عهود وزير. انا بتكلم لا وبتكلم في عهود قبل كده كمان بصراحه مزرع. ليه في ناس حاسه انه ملف الزراعه ده محدش قادر يقرب منه محدش قادر يتعامل معاه والمنظومه باللي فيها باللي بقالهم 20 و30 سنه شغالين فيها كده قافلين على المواضيع والملفات وكل ما تيجي تحط يا تتشال من منصبك كل ما تيجي تحاول تعالج او تطهر يا تتشال من منصبك يا تتهدد يا تتهمش يعني لا حان الوقت الصراحه. هي وزاره الزراعه نجحت في ملف طيب. الزراعه لما تنجح في ملف الطب البيطري لما تبقى تنجح في ملف الزراعه نقول لها بانجاحي في ملف الطب البيطري هي ما نجحتش في ملف الزراعه اصلا. طيب اسمحوا لنا ناخد مين من المنوفيه يا شباب. هاني نهال. استاذه نهال صباح الخير اتفضلي. صباح الخير. انا اول بحب طبعا اصبح على الدكتور خالد. انا كمان عايز اقول للدكتور خالد ان احنا دفعه 2016 جامعه القاهره طبعا حضرتك دكتورنا طبعا واستاذنا. صباح الخير. انا بس حابه اعلق على الاستاذ اللي كان اتكلم من شويه وقال ان المجازر طبعا تبع المحليات وهو ازاي شايف الدكتور البيطري مش قادر يشتغل. يعني حضرتك اكيد مش هتيجي تربط ايد واحد وتحط السكينه على رقبته وبعدين تقول له اشتغل. انا احب اقول لك ان احنا لما كنا بننزل التدريب في مجزر البساتين مهازل وكوارث كنا بنشوفها واحنا ساكتين. المجازر دي تبع المحليات وكل مصر عارفه كم الفساد الرهيب اللي في المحليات. ازاي تيجي تقول لي ان انا لازم ادي دوري ازاي وانت دايما حطيت صف اول وشلت كل الصفوف اللي تحت؟ فيش تعيين من 20 سنه. احنا ازاي كده المفروض يعني احنا ازاي نادي دورنا؟ انا معاكي. هو دكتوره طبعا اول حاجه انا بتشرف اني درست لك. للاسف الشديد هو لازال ملف الطب البيطري فعلا بعيد كل البعد عن المسار الصحيح بتاعه ومحتاج تشريعات ومحتاج قرارات ومحتاج اجراءات على ارض الواقع تغير من شكل الطب البيطري اللي هياثر وهيبقى له مردود ايجابي على اقتصاد مصر وعلى صحه المواطن. هقول معلومه بسيطه جدا. لو عندي واحد تاجر مواشي مش تاجر مواشي عفوا واحد مربي ليه مواشي وذمته مش مظبوطه شويه يا فندم بيجي قبل ميعاد طرح الحيوانات في السوق باسبوع بيديها حقنه استروجين. طيب هرمون استروجين حقنه بجنيه. لو عنده 1000 راس ب1000 جنيه معايا حضرتك يا فندم تك 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 يوم يرزع الحيوانات
في خلال اسبوع الحيوان بيزيد 12 كيلو، ال 12 كيلو دول بيعملوا ايه يا فندم؟ يعملوا له فرق من 400 ل 500 جنيه فرق ساعه. انما الاستروجين ده هيت ستيبل، ما بيتكسرش بالحراره، وكمان فات سوليبل، يعني بيغوص ويذوب في الدهون كويس. فيدخل اللحم الطاي ثم اكله ولو اثر تراكمي يبدا يتنقل لي، تلاقي الاولاد يبدا الاستروجين ياثر في الذكور ويرجع ياثر في البنات، البنات يبدا يحصل لها اضطرابات في الدوره الشهريه، يبدا يحصل لها نزيف، يبدا ينعكس للانيميا، يبدا الجيتس بتاعت الانتستنت تتفتح علشان يسحب الحديد اللي جاي في الجسم، يبدا الهيفي ميتالز او المعادن الثقيله تدخل من البوابات دي بتاعت الامعاء على الجسم، يبدا يحصل لي سرطان ثدي ويبدا يحصل لي سرطانات مختلفه. تمام، وده ده ده دي موجوده، هنضحك على نفسينا، بتحصل ممارسات من البعض. بصي بقى الشيخ الامارات عملت ايه، رئيس الدوله الشيخ زايد الله يرحمه في 2002 طلع قرار بان اي مزرعه تنتج البان بيض لحوم ما تنزلش الاسواق غير بعد سحب عينه وتحليلها، ويديله طبقا للقانون السماح بتداول هذا الغذاء في الاسواق الاماراتيه. احنا فين احنا؟ ده احنا دوله رياده يا فندم. طبعا المثل اللي حضرتك ضربته ده مثل خطير جدا، موضوع انه بصوا الـ 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 الفساد في إدارة الموضوع، او اللحوم المسممة او الدواجن اللي فيها مشكلة، او انك تاكل حاجة فيها نفوق، او انك تاخد تدي هرمونات للحيوانات. طبعا الكلام موضوع الهرمونات ده والمبيدات واستخدام الحاجات دي كلها وزارة الزراعة على مدار سنوات طويلة بتنفيه تماما، ما في مره اتكلمنا معاهم في ده الا وانكر تماما وقال لك مش مظبوط. عندي عمليه خطيره جدا بحطها قدام سياده رئيس، واحنا بنسال نفسنا عندي سؤال، أكتر من 5000 واحد. نسب الاصابه بالسرطان زايده قوي ليه؟ نسب الاصابه بالفشل الكلوي زايده قوي ليه في مصر؟ هحزنك يا فندم، ما دام الاكل عندي اكتر من 5000 واحد اسمهم باراميديكال، دخلاء على مهنه الطب البيطري، بيمارسوا مهنه الطب البيطري من غير ما يدرسوا في كليه الطب البيطري، ده على ارض الواقع. دي مصيبه. عندي يا فندم، عندي يا فندم اكتر من 2000 او 3000 منفذ لبيع الدواء البيطري ما فيهوش دكتور بيطري، كلهم عباره عن معلمين قاعدين وحاضرين بيرصين ويجي يقولوا طيب ايه اديني الدواء الاحمر، اديني العلبه الخضراء، اديني العلبه الزرقاء، لدرجه ان الشركات بدات تنافس بعضها بايه، بان لما يلاقوا دواء احمر علبته حمراء ناجحه يقوم عامل رخر علبته عشان يجي يقول له اديني العلبه الحمراء، يقول له خد العلبه. عندك تعليق سريع عشان معايا اتصال؟ الحقيقه اللي الدكتور بيقوله دوت شيء مهم جدا، ان احنا بنعاني في الملف بتاعنا ايضا من كم الاشخاص اللي بيمارسوا مهن الطب البيطري تحت مسمى ان هو ممكن يكون صيدلي، لا انه لا في كمان بقى صيادله هو عارف حافظ الادويه وتفاعلاتها وشايف ان الحدوته كلب وقطه، فبالتالي نفتحها الى حد ما فاهمين عارف ان الدواء بس انا بس مش تخصصه يا دكتور برده. لا هو لكن الحاجه بتكلم عليه أسوأ طبعا كمان، انه ده حد مش دارس حاجه خالص وبيمارس المهنه، متعلمين في علم الدواء واصول صناعات الدواء. واخد بال حضرتك احنا عندنا خصوصيه خاصه للحيوان، لانه مش ممكن انا دواء بيتاخد لي البياض ما بيتاخدش لي التسمين. لو اديت اسبرينه، لو وقعت من جيبي اسبرينه وقعت على الارض وقطه جت، انا مش هروح للصيدليه اقول له شخص دواء، مفيش كلام. ده دكتور دور دكتور البيطري ما بيدافعش في الموضوع دوت. لو اسبرينه وقعت على الارض مني من غير ما اخد بالي من جيبي وقطه جت لحستها هتموت في الحال طبعا. طب اسمح لي، احنا اتصل بينا دلوقتي حالا وحابب يعمل مداخله الدكتور سيد عبيد مدير كليه الطب البيطري، مدير مديرية وكيل مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور، اتفضل. دكتور سيد، ايوه اتفضل يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك، صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. انت حضراتكم واخدين البرنامج كله على ذكر الحيوان اللي بيموت واللي بتشوفه مرتاح في الطبيب البيطري الاول دو حياته. لا يبقى حضرتك مش سمعنا من اول الحلقه يا فندم، احنا بنتكلم في منظومه الطب البيطري وايه اللي محتاجاه عشان نقوي من عملها، وازاي الطبيب البيطري يقدر يواجه المشاكل اللي عنده، ويعني متكلمين في حاجات كتيره جدا الحقيقه، يمكن حضرتك بس دخلت علينا اخر 5 دقائق. اتفضل يا فندم، مقترحاتك ايه؟ اتفضل. عمري عارف كل مشاكلنا وعارف كل الانتهاكات اللي بيتعرض لها الطبيب البيطري، والراجل اتكلم معاك بمنتهى الصدق والصراحه. يا ريت نحس بالطبيب البيطري، يا ريت نحس باهميه الطبيب البيطري. الطبيب البيطري قلنا كل الكلام ده يا فندم، انا صح حضرتك بتاعه مائله الفطار لمائله العشاء، اي اكل البني ادمين احنا مسؤولين عنه، احنا مسؤولين عن صحه الانسان قبل الحيوان. يا ريت الطبيب البيطري ياخد حقوقه
وبندعو للدكتور خالد بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور، وحاول تبقى تتابع بقى الجزء اللي ما اتفرجتش عليه على اليوتيوب لما ينزل بعد شويه. اتفضل يا منى. شفتي حاجه الرساله اللي اتصدرت فورا؟ انتوا قاعدين بتتكلموا في ملف الرفق، وقلنا ملف الرفق ده لا يهم الطبيب البيطري. طبعا من حق حضرتك طبيب بيطري ان انت تطالب بحقوقك. من المحاور الاساسيه عفوا يا دكتور، ما هو دكتور عفوا مدير مديريه مدير اداره الطب البيطري القاهره. على فكره دكتور سيد عبيد من امهر الوكلاء يا دكتور الوزاره. على انا ما بناقش حضرتك هنا وظائف ولا ادارات، انا بناقش رساله اتصدرت فورا على الشاشه قدامي دلوقتي ان هو بيقول انتوا قاعدين بتتكلموا على الرفق. ما تبصوا الاول للدكتور البيطري مين المعني بيه. بص يا فندم، مين المعني بيه يا دكتور خالد؟ اولا اول واحد لازم يكون هو اللي دافع عنه مش انا. قلنا البازل يا فندم، وضع لحضرتك قطع كلها بتترص جنب بعضها في مكانها الصح. محور من المحاور الاساسيه اللي على اجنده نقابة الأطباء البيطريين يا فندم ملف الرفق بالحيوان، ولو حضرتك لاحظتي في جميع تصريحاتي حاطط دايما الرفق بالحيوان، والأطباء البيطريين يتمنوا اليوم اللي يمارسوا على أرض الواقع قيمة الرفق بالحيوان. حضرتك قلت ده في أول بعد انتخابات حضرتك ونجاحك في الانتخابات، أول كلمة قلتها ذكرت فيها الرفق بالحيوان، ودي حاجة من الحاجات اللي شجعتني ومش هسيب الملف. لكن أنا كل اللي بقوله حاليا إنه هذه هي الصورة عند من هم قائمين، ده مدير إدارة طب بيطري القاهرة اللي أنا بعبعت وبترجاء إن إحنا نشتغل معاك على أرض الواقع عشان أقلل بشكل علمي حيوانات الشوارع والكلاب الضالة اللي عاملة لكم مشاكل، ويجي يقول لي أهلا وسهلا انزلي اعملي عمليات براحتك، بس انا برضو هنزل اسملك التمرين واعمل لك. لا لا بص يا منى، واللي حاليا مستاء ان احنا بنتكلم على ملف الرفق. لا 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 عفوا دكتور خالد، بعد اذن حضرتك لازم حضرتك ده معنى كلامي. حضرتك انفعلت لما حضرتك شفت ردود انت مش قابلها. انا لما الاقي حتى يا دكتور سيد لو هذه الحلقه مخصصه بشكل كامل على فكره دكتور سيد بيشاركني الراي في موضوع الرفق بالحيوان، عشان بس ايه لان انا اعرف دكتور سيد. امال يعني يا دكتور على الهوا؟ طيب يعني هو طلع دلوقتي على الهوا معايا مشكلة يا فندم. لا 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 حضرتك هل يسيئك كطبيب بيطري ان انا اخد الحلقه كلها للرفق للحوار على الرفق بالحيوان يا دكتور؟ لا بص ليه؟ بص حقك كطبيب بيطري على عيني وعلى راسي، لكن المفروض انك اول من يسعى حتى اقول لك ليه يا فندم. اقول لك ليه يا فندم؟ انت شايف ان حقك مهدر كطبيب بيطري؟ بص يا منى هاني، متفقه ان حقك مهدر كطبيب بيطري، لكن مش مفترض ان طبيب بيطري يطلع على الهواء ويستاء. انت واخدين الحلقه كلها عن رفق بالحيوان. لا وبعدين حتى الحلقه عن رفق بالحيوان لن نمل من الحوار عن رفق بالحيوان. طبعا طبعا لحقوق مخلوقات انت معني بيها المفروض اكتر مني. طيب انا هسمع حضرتك، بس معلش احنا معانا مواطنين والله بقالهم كتير جدا على التليفون، وهرجع تاني لحضرتك. استاذ محمد القاهره، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. صباح الخير على الدكتور خالد وعلى الاستاذه منى. الموضوع اللي بتتكلموا فيه مهم جدا، الرفق بالحيوان كمان الرفق بالانسان. انا محمد راضي دكتور خالد. اهلا وسهلا فندم. عضو فين يا فندم؟ عضو اتحاد الناشرين المصريين. اتحاد الايه؟ انا رئيس اتحاد ناشرين افريقيا. اتحاد الناشرين الموضوع. اهلا بحضرتك يا محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك، ازي حضرتك؟ الموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع مهم جدا، وسلامة الغذاء والرفق بالحيوان واخذ نقابة البيطريين او الطب البيطري بشكل عام لصلاحياته داخل المنظومة المصرية، محتاج انه يكمل ويدفر مع بقية المنظومة بشكل عام، لان في سلامة الغذاء كاملة. الغذاء ده بالنسبة لنا كبني آدمين، والمفروض يبقى فيه رفق بينا. الغذاء هو خضروات، هو لحوم، هو أسماك، هو كل شيء. يا ريت يبقى فيه زي مجلس قومي للغذاء على رأسه نقابة البيطريين او تيفر. طيب انا بشكرك على الاقتراح يا استاذ محمد، وحسمع تعقيب الدكتور خالد عليه. لو مجلس قومي او لا لا لا، هو اوريدي احنا مع هيئة سلامة الغذاء انها تتعمل، ولكن احنا بنقول ايه؟ بنقول الجزء الخاص بالحيوان يعني يبقى معني بيه الطبيب البيطري، وامكن له في اتخاذ القرار وامنه في اتخاذ القرار. ده واحد. تمام. فكرة الدكتور سيد عبيد يقصد يقول انه يا جماعة اسمعوا لي الدكتور خالد العمري، لانه باله مشغول بقضيه الطب البيطري في محاورها الكثيره. احدى هذه النقاط او المحاور
ملف الرفق بالحيوان. واحنا اتكلمنا عن اوضاع الطبيب البيطري يا فندم، انما ده احنا عرضنا الفيديو، احنا عرضنا الفيديو يا دكتور خالد وبنقول اذا كان الجزارين طيب متحكمين في المجازر بالطريقه دي، تخيل لو دكتور بيطري عنده ضمير ودخل طب تعالوا يا جماعه نعرض الفيديو تاني. طب بس دلوقتي معلش في معانا فيديو تاني. حاضر حاضر. احنا بنقول تخيلوا كده انه الدكتور البيطري عنده ضمير وصعبان عليه انه المخالفات دي كلها بتحصل وداخل المجزر وبيقول للجزار لا كده حرام وكده مهنيا غلط وهعمل لك مخالفه، هيتعمل فيه ايه؟ ده هيتربط في العمود ويتشرح هو جنب الذبيحه. ما هي الطالبه هي دفعه 2016 تقول لك بنخش مجزر وبنشوف مهازل وبنقعد ساكتين. انا طلبت يا فندم قبل كده من النقابه بان يبقى في وحده شرطه في كل مجازر مصر، عندنا 400 مجزر في مصر معظمهم يدوي. واخده بال حضرتك؟ محتاجين وحده شرطه. بصي بقى حضرتك في الجيش ممنوع الجزار يقف جنب الطبيب، الجزار يذبح ويطلع برا العنبر والطبيب يدخل يمارس مهنته. الكشف ملف الطب البيطري في القوات المسلحة ملف منضبط، ملف الطب البيطري في الحياة المدنية يعني تعالوا نشوف كده ملف الطب البيطري وملف المجازر في الحياة المدنية شكلها عامل ازاي. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. تعالى قول لي كده بقى لو طبيب بيطري عنده ضمير ومش راضي بالمشهد ده، مش راضي بالمخالفات دي وبالطريقه الوحشيه دي وبالتعامل، الناس ما تفهم شربه ولا ضربه مخدرات ولا واخده ترامادول ولا ايه، ومزيكا اغاني مهرجانات واطفال صغيره واقفين، ونرجع بقى نستغرب ده لسه من كام يوم طفل صغير دابح ولدين تاثرا بعبده موتة وتاثرا بمعرفش ايه. اهو اهو ده في الشارع بره يا جماعه اللي بيحصل ده مش جوه مجزر. الناس دي متسابه. وزاره الزراعه فين؟ وزاره الزراعه والساده المسؤولين فين لما المشهد ده بيتكرر كل يوم؟ احنا داخلين على عيد الاضحى ان شاء الله، كل سنه حضراتكم طيبين. كام حد فينا وهو ماشي في الشارع بيشوف تحت العمارات جنب الفلل في الشوارع الدبح شغال على ودنه الله ينور، ولا مجزر ولا بتاع دبح بس؟ طب والحيوانات الموجوده على قارعه الطريق بتاكل من الزباله؟ امشي كده في شارع البحر الاعظم وشوفي كم الخرفان اللي بتاكل مباشره من الزباله، وبعدين هنرمي لها شويه ملح قبل العيد في وسط الاكل، يشرب ميه كتير، وزنه يتقل، ابيعه على اساس ان هو خروف 50 كيلو ولا 60 كيلو للمواطنين، ماكله من زباله ومشربه ميه بملح قبل العيد، وبعدين هاخد تصريح من السيد وزير الزراعه ورئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه غرامه 5000 جنيه للذبح خارج السلخانات، ده على اساس انكم بتمشوش في الشوارع؟ بتصرح بتطلع تصريح ليه؟ ده تصريح هزلي، ما تطلعهوش احسن، عيب. ليه بتعملوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ احنا الممارسات دي انت تقولي في اطفال، طب ما في اطفال جوه السلخانات، هي دي مش عمليه اطفال؟ مجازر الرسميه بيخش فيها اطفال موجودين هناك شايلين سكاكين وخراطيم ميه ورا اللي بيسلخ واللي واللي واللي، طب ما دي عمليه اطفال. المنظومه كلها فيها انتهاك، لا قادر الطبيب بيطري يمارس مهنته ولا في ذبح شرعي. طب انا عايزه الافلام دي بعد اذنكم حد يبعتها لمفتي الديار المصري. طيب هذه الافلام حد يبعتها لهيئه كبار العلماء في الازهر، قولوا لنا احنا بناكل لحمه حلال ولا حرام. ناخد معانا ميم الغربيه يا شباب. استاذ ايه؟ سمير؟ سامر؟ استاذ تامر اتفضل يا فندم اتفضل. انا بس كنت اتفضل يا فندم حركة على الهواء. انا بس كنت
كنت عايز اعلق على كلام الحلقه نفسه. اتفضل. ان انا عايز اقول بدل ما يعني في بريوريتي، في اولويات دايما للاهتمام بالطب البيطري. من ضمن الاولويات دي ان احنا نعمل جمعيه الرفق بالطبيب البيطري، الاهتمام باوضاعه والاهتمام باحواله واعطائه السلطه والصلاحيات. يعني على انه النهارده طبيب بيطري، انا طبيب بيطري تم تعييني من 16 سنه، الراتب بتاعي حتى الان لم يتعدى 1800 جنيه من 16 سنه. انا بشكرك يا استاذ تامر جزيل الشكر. ما تسالينيش حضرتك، اتفضل يا فندم، عن ملف الطب البيطري وعلى وضعه وعلى التجاوزات والخروقات والمشاكل اللي فيه، طالما ان الطبيب البيطري لا يملك القرار. الطبيب البيطري على ارض الواقع ليس له سياده على مهنه الطب البيطري في مصر. انا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه ودي مكاشفه حقيقيه. الطب البيطري يا فندم افصليه، وعايز اقول لحضرتك حاجه، لما يتعمل بمشيئه الله وزاره الدوله للصحه البيطريه والثروه الحيوانيه، الوزير اللي هيجي معهوش عصايه سحريه، هياخد له 5 سنين لترتيب الملف. هترتب ازاي يا فندم؟ لو انا باخد رايك في النهارده بقول لك، قول لي في الصناعات، في الاستثمار، في المزارع. يعني احنا مثلا حضرتك، انا عندي حضرتك معظم المزارع يا فندم مزارع غير مرخص، اكتر من 50,000 مزرعه غير مرخص، لانها يا فندم مبنيه في مناطق خاطئه معايا يا فندم، وبالتالي مردودها على السكان في غايه الخطوره. الطب البيطري ملوش ممارسه عليها ولا انه يقدر يباشر دوره عليها لانها مزرعه غير مرخصه. طب يا فندم انا لازم اعمل نوع من انواع تعديل الحاله دي اللي بيها، اقدر احطه فيه تحت عبايتي عشان اقدر امارس دور رقابي عليه. معايا حاجه نمره 2، قرار ان المزارع كلها في مصر لازم يكون عليها اشراف بيطري، ده بيطبق على ارض الواقع؟ لا. بعت المعالي وزير الشباب والرياضه امبارح، لا بالاسبوع اللي فات، والوزير الوحيد اللي استجاب الاتي، ان يعينوا طبيب بيطري في جميع الانديه المصريه، ويبقى فلوسه بيصرفها من النادي عشان يمارس دور رقابي على الغذاء في الانديه. وعشان لما الوزير النادي الوحيد اللي استجاب، وزير الشباب والرياضه مع الوزير خالد. الحقيقه وزاره الشباب بعت لي الورقه. الحقيقه بالامانه وزاره الشباب والرياضه متعاونه جدا، لانها وزاره بطبيعتها متفتحه، طبيعه الرياضه بتسمو وترقى بالقيم وبتفتح افاق جديده. طبيعه الرياضه، لا وسياده الوزير وضمان حضرتك، طبيعه العزيز من الاشخاص اللي فاهمين كويس قوي هذه المنظومه، ومن الاشخاص اللي احنا ما توجهنا لهم بشكاوى من الممارسات اللي بتحصل في بعض النوادي من تسميم للحيوانات واخرها نادي الزهور. لا تسميم الحيوانات دي مشكله ثانيه. انا بتكلم كان هناك على استجابه من مكتب وزير الشباب والرياضه. انا بتكلم على الرقابه على الغذاء. وعلى فكره بالمناسبه، اول واحد طلع هذا القرار كان الوزير العمري فاروق، ثم جه طاهر ابو زيد لغى، الوزير طاهر ابو زيد لغى اللائحه وما خدش باله من البند اللي محطوط وشال اللائحه بالبند ده، ثم لما خطبنا معالي الوزير خالد عبد العزيز رجع هذا القرار بالامس. انما انا راسلت وزير السياحه بقول له يا معالي وزير السياحه، اعين اطباء بيطريين، ما بلزمش الدوله بتعينهم، بس خلي الفندق يلزم يبقى ملتزم بتعيين طبيب بيطري في قطاع السياحه على كل فنادق مصر وعلى كل القرى السياحيه وعلى المطاعم السياحيه. انا بعت رساله للموضوع ده رسميه لمعالي وزير السياحه بس ما جاليش رد. بعت لوزير الصحه، معالي وزير الصحه، انه يعين لي برضو مش على حساب الحكومه، على حساب المستشفيات الخاصه، ان يبقى فيها طبيب بيطري مسؤول عن الاغذيه من اصل حيواني، ما جاليش رد. بعت لمعالي وزير البترول عشان المواقع بتاعت الكيترنج اللي بتدي لمواقع البترول الاكل وهكذا. الوزير الوحيد اللي تفاعل معايا هو وزير الشباب والرياضه. عارفه حضرتك الاربع قرارات دول لو طلعوا بس، وده ورقه بتتكتب كده وتتمضي 3 اسطر تمام، مش هيكلفوا الوزير اي حاجه ولا هيكلفوا الدوله حاجه. 10,000 طبيب بيطري يتعينوا في شهرين عندنا، عندي الاطباء البيطريين عندنا موجودين قاعدين في بيوتهم، والاربع ورقات دول لو طلعوا بكره يا فندم في خلال شهرين، عندي 10,000 طبيب بيطري يتعينوا ويقوموا بدورهم الرقابي على السياحه وعلى البترول وعلى المستشفيات الصحيه، المستشفيات البني ادمين البشر وعلى الانديه بجره قلم، والدوله ما ينفعش. ونفض الاشتباك بتاع على طول الحقوا يا فندم في سم في الانديه، الحقوا في حاجه ثانيه. لا انا اقول لك على حاجه ثانيه، يساعدني يا فندم. ال 10,000 طبيب او غيرهم او اكبر منهم لما بيجي يتكلم مع الهيئه العامه للصناعات البيطريه يقول لي التعقيم تكلفه، الدكتور هياخد كام؟ طب ما انت عندك اطباء بيطريين ما بيشتغلوش. ما بيشتغلوش.
دخلهم بسم بالدولارات اللي انت بتستورد بيها الاستريكنين. انا عايزه حد مره واحده يحسب لي بعد اذن حضرتك مكلفه يعني. انا عارف لا 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 حضرتك انا عايزه حد يحسب لي الدوله بقالها كام سنه بتستورد استريكنين بالدولارات من بره، اتكلفت في ال 30 40 سنه اللي فاتوا كام مليون مليار دولار، واعرف انا اهدرت الفلوس دي على الارض. انت ما حلتش المشكله، انت بتشتكي ان الاعداد لسه بتتزايد بتضر بالبيئه، انت برضه مصر تستخدم نفس الاسلوب، انت بتهدر مال عام. طب الفلوس دي لو اتحطت مرتبات الاطباء البيطريين دول يشتغلوا مشروع قومي على مستوى مصر في عمليات تعقيم ما بتاخدش ربع ساعه للانثى وما تاخدش سبع دقائق للذكر لو طبيب مدرب عارف يعمل ايه تمام. طب الاطباء البيطريين دول بالفلوس دي هيشتغلوا هيعملوا عمليات هتحل مشكلتك وتبطل بقى الرد الخايب اللي بتقوله لي اصل العمليات دي مكلفه. كلمه اخيره يا منى، كلمه اخيره واحنا بنختم الحلقه دي النهارده وبنضع الحقيقه الحلقه النهارده دي والملفات الخطيره والمهمه جدا المتعلقه زي ما قلنا الموضوع مش كلب وقطه، الموضوع سلامه غذاء وسلامه الانسان والرفق والرحمه بالحيوان اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليهم. بنضع الحقيقه كل هذا الملف على مكتب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمات أخيرة من حضراتكم لو سمحتوا في ختام هذا الملف، ولو أننا إن شاء الله هنفضل نتكلم فيه تاني في صباح دريم. سيادة الرئيس، المادة 45 من الدستور المصري بتقول أن الدولة عندها دور تجاه الرفق بالحيوان في مصر. الرفق بالحيوان ليس فقط للمخلوقات من ذوات الأربع، ولكنه في النهاية المستفيد أولا وأخيرا هو الإنسان المصري. حضرتك تعي تماما أن عندنا التزام ديني والتزام تشريعي والتزام إنساني إن إحنا يكون لدينا هذا الملف يحظى بأولوية وأهمية. نحن في حاجة إلى تشريعات، مشروع قانون الرفق وحماية حقوق الحيوانات بشكل كامل، سواء حيوانات مملوكة، حيوانات شوارع، حيوانات مزارع، حيوانات برية، وسائل نقل، إقامة، تغذية، استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، كل ده هناك مشروع قانون كامل متكامل احنا قدمناه اكثر من مره لوزراء الزراعه ورؤساء الهيئه العامه للكلمات البيطريه ولم يحظى باي اهتمام. هذا المشروع هنسلمه في مكتب سيادتك، نرجو ان يكون هناك تشريعات لان التشريعات اولا هي الاهم، ولا سوف توجد منظومه نستطيع ان نتعامل بها. اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان تماما بيؤيد الفصل ما بين الهيئه العامه للكلمات البيطريه ووزاره الزراعه. نحن في حاجه الى ان تكون هناك وزاره مستقله قائمه على الشان الحيواني وصحه الحيوان وسلامه الغذاء في مصر، ويكون للطب البيطري فيها دور هام جدا جدا جدا. صوره مصر فيها اساءه كامله، السياح بتنزل مصر بتصور هذه المشاهد لما يحدث داخل شوارعنا. ما ينفعش يطلع حملات ما تزوروش مصر، روحوا دول تانية زي الاردن لانهم اكثر رقيا واكثر ارتقاء في التعامل مع الحيوانات. احنا في حاجه الى ان نعي ان هذا الملف ليس ملف رفاهيه ولا ترفيهي، هذا ملف هام جدا جدا جدا، ولو عثرت شاب العراق لسئل عنها عمر. كلمه اخيره من حضرتك. انا الحقيقه يعني متفائل جدا، عندي ثقه كبيره جدا في ان فخامه رئيس الجمهوريه بمشيئه الله سيتخذ القرار بفصل الطب البيطري عن وزاره الزراعه، وانا اتعهد امام مصر كلها وامام فخامه رئيس الجمهوريه، انا كنقيب عام اطباء بيطري مصر ومجلس نقابه ومعي 62 الف طبيب بيطري بيضعوا نفسهم تحت امره هذه الدوله ان احنا نطور ملف الطب البيطري واقتصاد مصر. ومش عايزين ننسى ان البرازيل سر نهضتها كانت بالثروه الحيه. بشكر حضراتكم جزيل الشكر الدكتور خالد العمري نقيب البيطريين، والاستاذه منى خليل نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق لجمعيات الرفق والرحمه بالحيوان. حقيقه انه الكلمات الاخيره اللي الضيوف الكرام قالوها يمكن ما سابتليش مجال كبير ان انا اعلق في ختام الموضوع ده. احنا حياديين في صباح دريم، احنا لا مع فصل الطب البيطري عن وزارة الزراعة ولا مع عدم الفصل، احنا بنقول ان احنا عايزين الصالح العام، احنا عايزين نحقق صحة الانسان، عايزين نحقق صحة الحيوان، عايزين نحافظ على النبات. كل روح هي مسؤولة مننا، ويوم القيامة يوم الدين هنسأل على كل روح بتاخد وبتطلع نفس. لما بقالنا سنين بنتكلم في مشاكل كتيرة جدا واتكلمنا فيها وخاطبنا فيها المسؤولين في الوزارات المعنية عشرات بل مئات المرات، ولا مرة في مشكلة منها اتحلت فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وبالدواجن وبقوانين قانون المجازر اللي بقاله والذبح خارج المجازر، القانون العتيق اللي من سنة 66 للنهاردة ما تحركناش فيه، اللي بيقول ان اللي بيذبح خارج المجزر ده يدوب بس 10 جنيه غرامة.
لما نتكلم طول السنين اللي فاتت دي كلها وما نحسش ان في اي اهتمام، يبقى احنا بنقول يا فخامه رئيس الجمهوريه ارجوك اتدخل في الموضوع وادرس الملفات واعمل اللي بتشوف انه المفروض فعلا يتعامل بسرعه، لانه حقيقي ثروتنا الحيوانيه وقيمنا في الرفق والرحمه في خطر كبير جدا. بنشكركم على حسن المتابعه، غدا ان شاء الله تقابلكم زميلتي مها موسى وانا باذن الله لو لينا عمر القاكم السبت القادم في تمام 9 صباحا في صباح تريم.